يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النهار في كل مكان، وحلقة جديدة من بلاس 90، حلقة مهمة كالعادة. هنكون مع حضراتكم على مدار ساعتين هنتكلم فيهم في كل الأخبار والتفاصيل والكواليس الجديدة على الساحة الرياضية المصرية بمنتهى الصراحة والوضوح زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، فتابعونا لحظة بلحظة. عندي أكتر من محور مهم هتكلم فيه النهاردة، ولعل أهم هذه المحاور تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، حتى لو التصريحات دي كانت من المفترض انها في اطار جلسه وديه ما بين الجهاز الفني للمنتخب بقياده الكابتن حسام حسن وبحضور مدير المنتخب الكابتن ابراهيم حسن مع الزملاء الاعزاء الصحفيين. النهارده ما كان عددهم كبير في القاعه بتاعه الصحفيين او بتاعه المؤتمرات الصحفيه في مقر الاتحاد المصري لكره القدم. عفوا. المفروض ان الجلسه وديه، أنا للأمانة الشديدة مستغرب كم التصريحات اللي خرجت على لسان الكابتن حسام حسن النهارده رغم إنها من المفترض جلسة ودية. لكن كان متوقع جدا بالنسبة لي لما عرفت إن هيكون في جلسة ودية مع الزملاء الصحفيين إن التصريحات هتخرج بالشكل ده، وإن بعض التصريحات دي هيتم تحريفها. بصوا يا جماعة، من السهل بل من السهل جدا إنك تمشي مع الموجة اللي دايرة دلوقتي في الهجوم على الكابتن حسام حسن بالتحديد بعد تصريحاته النهارده، او بعد التصريحات اللي اتنقلت على لسانه النهارده. عشان اكون دقيق معاكم في الكلام، سهل قوي، افتح كده التايم لاين على فيسبوك على تويتر او على اكس يعني دلوقتي او على اي حاجه، تلاقي في عدد كبير من الناس بيهاجموا بعض التصريحات بتاعه الكابتن حسام حسن. فسهل قوي ان احنا نعمل كده. الصعب انك تعقل بعض التصريحات. احنا هنتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح، في تصريحات هنكون فيها مع الكابتن حسام حسن، في تصريحات أخرى هننتقد فيها الكابتن حسام حسن، لكن يبقى الأساس هو الأهم. إيه هو الأساس؟ الأساس إن إحنا لازم نبقى في ظهر منتخبنا، لازم نبقى في ظهر الرجل اللي قدام حضراتكم ده. تتفق تختلف، وده طبيعي جدا، البعض هيتفق والبعض هيختلف على إن هو الأنسب للقيادة الفنية لمنتخب مصر أو مش الأنسب. كل الحاجات دي متروكة لرأي كل واحد، وكل واحد ليه كل الحرية في إبداء رأيه، مفيش أي مشكلة طالما في إطار محترم. لكن لازم كلنا نتفق يا جماعة إن في الأول وفي الآخر المصلحة العامة بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا عايزين منتخبنا يبقى أحسن حاجة. عايزين منتخبنا يرجع زي زمان، أيام الكابتن حسن شحاتة. الأيام اللي وحشتنا جدا. واخد بالك؟ عايزين ندعم الكابتن حسام حسن ونساند منتخبنا بأي شكل من الأشكال. وانا هنا عندي مبدا انا وفريق العمل ان احنا هننتقد في يوم من الايام الكابتن حسام حسن، لكن لما يكون بيستحق النقد، لما يكون الله لا يقدر الله لا يقدر الله لا يقدر منتخبنا مثلا خرج من التصفيات، خسر امم افريقيا، اداء سيء، مش عارف، النتائج وحشه، حاجات غريبه بتحصل، هننتقدها. ده امر مؤكد، أمر مؤكد. لكن هرجع وأقول لك إن الأهم دلوقتي إنك تساند المنتخب. هل ده معناه إن أنا طالع واخد توجه إن أنا لازم أدافع عن كابتن حسام حسن، أو ده اللي أنا عايز أعمله؟ لأ. أو ده الهدف من كلامي؟ لأ. خلينا يعني إيه نتكلم في التصريحات واحدة واحدة بتاعة الكابتن حسام حسن، مع وضع في الاعتبار إن بعض هذه التصريحات حرة. الإعلاميين شرفت بحضورها بعد ما تلقيت دعوة، وزملائي الاعزاء كتير كانوا موجودين، واتكلمنا مع الكابتن حسام حسن في اخر شهر رمضان في عدد كبير جدا من الامور. وبالمناسبه انا على المستوى الشخصي كامير هشام، انا ضد ان كل فتره، انا دي وجهه نظري، كل فتره يبقى في جلسه مع الاعلاميين والصحفيين. انا ضد الكلام ده، انا شايف ان الكابتن حسام حسن لازم يشوف شغله دون النظر لبعض الجلسات من هذا القبيل. ولما يكون حابب يتكلم الكابتن حسام حسن يتكلم من خلال مؤتمر صحفي مذاع على الهواء مباشرة كل فترة. الجلسات الودية دي بيتحرف منها كلام، وفي كلام بقى يتقال لك إيه؟ لا هو الكابتن حسام فعلا قال كده، لا الكابتن حسام فعلا ما قالش كده، فيحصل حالة جدل وحالة لغط في الشارع الرياضي المصري في وقت احنا مش في احتياج خالص لكده. احنا في احتياج ان احنا نركز مع منتخبنا لما الاجنده الدوليه الجايه تيجي، لان هي غايه في الاهميه. عندنا ماتشين، ماتش مع بوركينا وماتش مع غينيا، عايزين من خلالهم نكسب عشان نضمن باذن الله تعالى التاهل لكاس العالم 2026. خلاص؟
الجلسه اللي احنا كنا قعدنا فيها مع الكابتن حسام حسن في الحقيقه تقريبا 99.9% من الاعلاميين اللي حضروها الكل التزم بالكلام الودي اللي كان داخل الجلسه دي، الا ممكن حد او اتنين مثلا قالوا تصريحات، ويمكن تقريبا التصريحات دي ما كانتش حصلت اصلا في القعده. مع كامل احترامي التقديري برضو بتكلم معاك بمنتهى الوضوح، فعشان كده بقول لك الجلسات اللي زي دي بتخلق حاله من حالات الجدل واللغط، ده امر مش مطلوب. لكن تعالى كده نتكلم في شق شق من بعض التصريحات الحقيقيه اللي هتكلم فيها معاك اللي قالها الكابتن حسام حسن النهارده في جلسه الصحفيين بمقر الاتحاد المصري لكره القدم. اول حاجه اتكلم الكابتن حسام قال لك انا مستغرب من ان الاعلام الرياضي في مصر بيصدر للجماهير المصريه ان احنا خلاص تاهلنا لكاس العالم 2026 وان مهمتنا سهله. هو شايف ان لغه الاعلام دلوقتي هي تهيئه الاعلام او تهيئه الجماهير المصريه بان خلاص منتخبنا متاهل ل 2026 وده امر مش مطلوب، وانا اتفق تمام الاتفاق مع الكابتن حسام حسن في الشق ده او في الجانب ده تحديد او في التصريح ده بالتحديد، لان احنا لسه ما تاهلناش. احنا فرصنا كويسه جدا جدا، لكن هنصدق كده ونعتمد على ان كده كده فرصنا جيده، فممكن الله لا يقدر نتصدم صدمه كبيره. واللي هيشيل الليله ساعتها الكابتن حسام حسن. فعلى الاعلام الرياضي في مصر او حتى الاعلام بشكل عام يعني اللي بيتكلم في الكوره في بعض الاوقات التوك شوز وكلام من ده يتكلم في طريقه ان المهمه لسه ما حسمتش ابدا، وان لازم يكون في شغل كتير من الجهاز الفني، وان الفتره الجايه مهمه ولازم ناخد الموضوع من محمل الجديه كاعلام وكايضا جماهير، لان انت معكش تذكره التاهل لسه، فلازم تشتغل على انك تاخد التذكره دي. تشتغل ازاي؟ بشويه جديه مننا كلنا، بشويه جديه مننا كلنا خلاص. فهو مش عاجبه ان الجماهير متعشمه قوي بالتاهل. هو الجماهير بتحلم وده حق طبيعي لجماهير الكره المصريه، خصوصا لما تكون الانطلاقه بالنسبه لك في التصفيات رائعه زي دي، خصوصا لما تكون نظام التصفيات او يكون نظام التصفيات جيد بالنسبه لك فتقدر تتاهل مناسب، مش صعب زي بعض الانظمه الاخرى او النظم الاخرى اللي من خلالها خرج المنتخبنا حتى لو بدا مشوار جيد في التصفيات. فقال لك احنا عندنا 8 محترفين بس، ومنتخب مثلا بوركينا اللي هنلعبه الماتش الجاي ده عنده 28 محترف، وغينيا عندهم 26 محترف. بيأكد الكابتن حسام حسن ان دي ماتشات صعبه جدا واحنا لسه ما صعدناش. انا اتفق معاه تمام الاتفاق في جزئيه زي دي، بغض النظر عن عدد المحترفين، لان انت عندك ما شاء الله لعيبه الاهلي والزمالك وصلوا النهائيات الافريقيه. كابتن حسام حسن يمكن كان علق على الجزئيه دي وقال الاهلي والزمالك وصلوا لان الفرق اللي بيقابلوها في دوريات تقريبا كل اللاعبين المميزين بيحترفوا بره من خلال الدوريات دي، فبتبقى الفرق مش بالقوه المطلوبه. لكن ده ما يقللش ابدا من انجازات الاهلي والزمالك وصولهم للمرحله النهائيه في البطولات الافريقيه، ما يقللش ابدا تحديدا كمان من النادي الاهلي اللي بيلعب بطوله عالميه، بطوله كاس العالم للانديه بليفل مختلف تماما. واخد بالك؟ اكيد برضو لعيبه الاهلي بتستفاد بشكل كبير من الاحتكاك ده، وايضا لعيبه نادي الزمالك من خلال الاحتكاك افريقي حتى لو مش بالمستوى القوي قوي في الكونفدراليه، لكن هو احتكاك ايضا مهم للغايه. فلازم يكون في تركيز على الماتشين اللي جايين، اتفق تماما مع الكابتن حسام حسن. طيب بخلاف الجزئيه بتاعت معدل الاعمار، انا مش حابب ان انا اتكلم في حته معدل الاعمار لان ده بالنسبه لي مش مقياس ابدا. لكن في نفس الوقت في اكتر من جزئيه اخرى بيتكلم فيها وفيما يتعلق بالتصريحات اللي تم تسريبها من خلال الجلسه اللي كانت مع الاعلاميين، وده اللي قلته لحضراتكم من شويه، وقال ان في تصريحات طلعت اتقالت مش حقيقيه خالص وما حصلتش خلال الجلسه دي، وده امر انا هبقى اوضحه بعدين. تطرق لحته ان الشناوي هينضم لمعسكر منتخب مصر، وانا بشوف ان ده قرار طبيعي ومنطقي وبديهي جدا، لأن يعني الشناوي طالما هو جاهز وهو الحمد لله بقى زي الفل وتمام و10 على 10 فطبيعي ينضم لمنتخب مصر، حتى لو ما بيلعبش الشناوي لسه ما شاركش في مباريات رسميه مع النادي الاهلي، لكن يبقى هو الشناوي حارس مصر الاول بامكانياته بخبراته كقائد كمان في النادي الاهلي او حتى احد كباتن منتخبنا الوطني بكل تاكيد. يعني التصريح اللي عمل لغط كبير قوي وده اللي لازم نتكلم فيه بمنتهى الوضوح، تصريح ايه؟ لما قال لك الدوري المصري من خلال متابعتي ليه وتصريحات على لسان الكابتن حسام حسن
ما لقيتش لعيب في الدوري المصري يستحق الانضمام للمنتخب. وهنا لازم تفرق ما بين ان هو بيتكلم بشكل عام على كل اللاعبين في الدوري المصري، وما بين ان هو بيتكلم على انه نفسه يكتشف وجوه جديده تنضم لمنتخب مصر. طيب تيجوا نتكلم بصراحه، تعالى نتكلم بصراحه، بخلاف الاسماء المعروفه المتفق عليها اللي انضمت في المعسكر الاخير للمنتخب وبطوله الامم الافريقيه، ما اعتقدش ان في اي خلاف عليهم الا القليل منهم. تعال انت افتكر كده معايا وراجع معايا شريط المباريات في بطوله الدوري هذا الموسم، هل في لعيب فاز لفت نظرك؟ بصراحه لا. وخلي بالك عشان اكد لك على حاجه مهمه جدا، الكابتن حسام حسن، لان التصريح ده بالتحديد تم تحريفه، الكابتن حسام حسن كان بيقصد من التصريح ده الوجوه الجديده مش العناصر المعروفه اللي بتنضم للمنتخب من لاعبي الاهلي، لاعبي الزمالك، حتى لو معسكر الاخير ما خدش غير لاعب او اثنين من نادي الزمالك، اعتقد في المعسكر ده العدد هيزيد لان نادي الزمالك في نهائي بطوله قاريه وفي بعض اللاعبين يستحقوا ان هم ينضموا لمنتخب مصر. بخلاف دول للامانه الشديده يا جماعه احنا ما عندناش مواهب في مصر بصراحه، يعني ما احنا عمالين بقى ننتقد في الكابتن حسام حسن في الحته دي. الله، امال انت كنت قلت قبل كده في احدى اللقاءات التلفزيونيه ايام بطوله الامم الافريقيه، قلت ان لا في فلان وعلان ومش عارف مين ومين 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 لعيبه كويسه وعندنا جيل كويس. طب ما هو اوكي، ما هم دول الموجودين في المنتخب، هو دول ما فيش خلاف عليهم. بيقول لك انا بروح ماتشات الدوري كلها بحاول اطلع لعيب من الوجوه الجديده، الاقي باصه واثنين الثالثه بتتقطع. هو ده بيحصل في الدوري المصري؟ اه بيحصل بصراحه، بيحصل. هل المواهب بقت نادره عندنا في الكره المصريه؟ للامانه بصراحه نادره جدا. انت دلوقتي بتتكلم في في لعيبه مميزه جدا في مراكزها، تحديدا اهلي زمالك بيراميدز تحديدا من الاخر، وفي لعيبه موهوبه قليله جدا، تتكلم في الاهلي امام عاشور، تتكلم في الزمالك زيزو، وفي بعض اللاعبين الاخرين عشان ما انساش حد، بس تتكلم في اعداد قليله للغايه، للغايه من حيث الموهبه، مش من حيث القدره على تنفيذ المهام اللي بيكلف بيها المدير الفني اي لاعب. في لعيبه بتقدر تنفذ لكن الكواليتي بقى قليل عندنا. فهل غلط الكابتن حسام حسن في حاجه زي كده او في الاعتراف ده؟ هل الاعتراف ده فيه حاجه غلط؟ لا، هو اعتراف صحيح، لكن الغلط فيه انا هقوله لك بقى دلوقتي. الغلط وده اللي هنتقد فيه الكابتن حسام حسن، ان في كل الاحوال يا كابتن حسام اللي بكد لك كل الاحترام والتقدير، ما ينفعش ابدا التصريح ده يخرج على لسانك حتى لو انت مش مدي اخوان، انت قاعد في جلسه وديه، لان في الاول وفي الاخر انت المدير الفني لمنتخب مصر. ما ينفعش ابدا تقول ان مفيش وجوه جديده. انا عارف ان انت قصدك ان في لعيبه انت واثق فيها ولعيبه كويسه ولعيبه كواليتي كويس وكلام من ده اللي انت بتختارهم، لكن ما تصدرش الاحباط لباقي لاعبي بطوله الدوري لما يسمعوا المدير الفني لمنتخب مصر يقول لك ايه، يقول لك لا انا بشوف اللعيبه باصه واثنين، حتى لو ده صح واحنا متفقين ان ده صح، بس ما ينفعش يتقال، ما ينفعش يتقال. انا نفسي وبوجه رساله للكابتن حسام حسن من خلال متابعتي من ساعه ما وعيت على الكوره، كابتن حسام حسن وهو في الاهلي كلاعب وهو في الزمالك كلاعب وكمدرب وهو في المصري وهو في الترسانه وهو في اي حته لعب فيها وهو مع منتخب مصر، مش عايز اقول للاسف لان دي طبيعه الكابتن حسام حسن، بس هي مش مطلوبه دلوقتي. ايه هي؟ ان هو بيتكلم من هنا، بيتكلم من قلبه، اللي في قلبه على لسانه. دي حاجات من الحاجات اللي ايه بتتسم بيها الشخصيات المحترمه المهذبه، لكن مش مطلوبه ابدا وانت في منصب زي ده. لا، قبل ما تطلع التصريح من قلبك فكر فيه بعقلك، فكر فيه بعقلك. لازم يكون في سياسه في التصريحات، لازم تفكر في التصريح قبل ما تقوله، لان مش كل الناس يا كابتن حسام بتتمنى لك الخير للاسف الشديد، خصوصا وانت على راس القياده الفنيه لمنتخب مصر. انا بجيب لك من الاخر للاسف الشديد، انا نفسي الكل يبقى في ظهر الكابتن حسام حسن، بس احنا بني ادمين للاسف في ناس مش عايزه الكابتن حسام حسن ينجح حتى لو ده على حساب مصلحه منتخب مصر، وانا بقول لك للاسف. فلازم انت تكون مدرك حاجه زي كده يا كابتن حسام، فما تتكلمش من قلبك، ما تتكلمش بالوضوح الزائد عن اللزوم، ده مش مطلوب. لا لا، مش مطلوب دلوقتي. هتقول لي دي حاجه كويسه وحاجه حميده في شخصيه اي حد، اه، بس وانت في منصب زي ده لا مش مطلوب،
لان اديك شايف اهو احنا من الصبح الدنيا مقلوبه، من الصبح الدنيا مقلوبه. فما ينفعش المدير الفني منتخب مصر يصدر احباط للاعبي الدوري بخلاف اللاعبين المتفق عليهم انضموا لمعسكر المنتخب او المعسكرات المختلفه على مدار السنين اللي فاتت لحد المعسكر اللي جاي، ما ينفعش. فأتفق ان فعلا ما فيش وجوه جديده تستحق الانضمام لمنتخب مصر، اه دي حقيقه، لكن اختلف في ان مين اللي بيقول الكلام ده، المدير الفني منتخب مصر؟ لا ما ينفعش. حته او جزئيه من الجزئيات المهمه اللي اتكلم فيها الكابتن حسام حسن هو التحضير المبكر للتحديات بتاعت منتخب مصر. تحضير مبكر عفى عنه الزمن في رايي. يمكن الكابتن حسام حسن النهارده في جلسته مع الصحفيين قال لك ايه؟ قال لك انا طلبت من الرابطه من الاتحاد ان انا اخد 10 ايام قبل موعد الاجنده الدوليه اللي هو يوم 3، رفضوا ادوني 5 ويا سيدي انا موافق. لكن في نفس الوقت في مشكله، وهنا بقى انا هروح للمشكله اللي ما بين الاهلي ومنتخب مصر اللي احنا اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وطلع ان احنا كنا بنتكلم بشكل مظبوط وكنا بنحذر منها عشان صالح المنتخب. التحضير المبكر ده هيضر بالدوري، هتقول لي ما هو الدوري كده كده بيتأجل يعني جت على دي؟ لا، في امور غصب عن عين الرابطه والاتحاد بيضطروا ان هم ياجلوا غصب عن عينهم. لكن في نفس الوقت لما تيجي تتكلم على المنتخب نفسه، وانت لما هتاجل مباريات اضافيه فاللعيبه بتاعت المنتخب دي هتتضغط في فتره من الفترات، هيتعرضوا لاصابات فهيتضر المنتخب الوطني الاول. انت بتتكلم في اللعيبه الاساسيه في اهلي وزمالك وبيراميدز، فدول لما هيتضغطوا في مرحله مش هتلاقيهم، فهتفقد هؤلاء اللاعبين الاساسيين، فانت اللي هتتضر كجهاز فني المنتخب. طيب ما هو برضو الكابتن حسام حسن ممكن يقول لك انا عندي عذر، انا دلوقتي الاجنده الدوليه يوم 3 اول ماتش يوم 6 مع بوركينا، هلحق في 3 4 ايام اجهز اللعيبه، خصوصا ان في دوريات اوروبيه انتهت وبعض المحترفين الثمانيه اللي هيبقوا 7 في الغالب بعد اصابه مرموش، وهعلق على الجزئيه دي لان خطيره جدا، فهياخدوا راحه من يوم 17 18 لحد ميعاد الاجنده الدوليه اللي هو يوم 3 هتتكلم في اسبوعين، فانا هجهزهم في 3 ايام. بصراحه عنده حق في الحته دي، عشان كده طلب ال4 ايام. لكن في نفس الوقت المبدا نفسه ان هو كل فتره، حتى المعسكر الاول الكابتن حسام حسن برده كان في مباريات اتاجلت عشان الكابتن حسام حسن طالب معسكر حتى لو كانت بطوله وديه، انت فاهم المبدا نفسه؟ حتى لو في اطار بطوله وديه بناجل ماتشات عشان خاطر معسكر منتخب مصر، ده مش منطقي. اتفاهم جدا لو الحته لو الموضوع ليه علاقه بايه؟ بماتشات رسميه، تصفيات كاس عالم تودينا البطوله اللي احنا كل فين وفين لما بنروحها، ممكن اتفاهم حاجه زي كده، لكن ما يبقاش اقصد ايه على فاضي ومليان. لكن لما نروح للعلاقه ما بين الاهلي والكابتن حسام حسن، او ما بين كولر والكابتن حسام حسن، فهنا في حلقه مفقوده يا جماعه في النص. في حلقه مفقوده. لان الكابتن حسام حسن قال لك كل ما اطلبه 4 ايام فقط عن الاجنده الدوليه. الانديه تطالب بتاجيل مبارياتها المحليه لانها في مهمه قوميه من وجهه نظرهم. وهنا بيقصد النادي الاهلي. بيقصد النادي الاهلي. تمام؟ بخلاف ان هو زي ما قلت لكم من شويه ان هو طلب 10 ايام قبل الاجنده وقالوا له لا 5 بس. وقال لك كمان ايه؟ وخصوصا نهائي افريقيا بالمناسبه تحدد يوم 25، قال لك كمان انا اريد ان اعلم هل مهمه منتخب مصر قوميه ولا لا؟ هو اسم منتخب مصر القومي، ما هي طبعا هي مهمه قوميه. ولو انا فشلت الناس كلها هتهاجمني، عنده حق. هي فعلا مهمه قوميه، لكن في نفس الوقت انا بدعو الكابتن حسام حسن، لان الحلقه المفقوده في النص انا هشرحها لحضراتكم دلوقتي. بدعو الكابتن حسام حسن انه يفتح خط جديد مع مستر مارسيل كولر. بمعنى ايه؟ بمعنى لو تفتكروا المكالمه الايجابيه اللي كانت في شهر رمضان قبل المعسكر بتاع الكابتن حسام حسن الاول مع منتخب مصر، فخرج بيان من النادي الاهلي وخرج خبر من الاتحاد المصري لكره القدم ان حصل تواصل ما بين الجهاز الفني النادي الاهلي بقياده كولر والجهاز الفني منتخب مصر بقياده الكابتن حسام حسن، في حضور الكابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب، في حضور الكابتن خالد بيبو مدير الكوره في النادي الاهلي، وكانت مكالمه ايجابيه جدا لابعد درجه باعتراف الطرفين. طيب ايه اللي نتج عن المكالمه دي؟ اللي نتج ان الكابتن حسام حسن لحد النهارده كان بيقول المكالمه كانت غايه في الايجابيه وغايه في الاحترام، وبيبدي احترامه الكبير بمستر مارسيل كولر، وقال ان كولر
بدلوا هذا الاحترام والدعم والمسانده والتعاطف معاه كمان، ده على حد تعبيرات الكابتن حسام حسن. انا بقول لك بالظبط، فكابتن حسام حسن بيقول حاجه ومستر مارسيل كولر نفسه بيقول حاجه تانية طبقا لمعلوماتنا. بيقول يا مستر مارسيل كولر، بيقول لك ان كل اللي تم الاتفاق عليه في المكالمه دي ما تنفذش. متفهم جدا ان مفيش مدير فني لنادي هيملي على مدير فني المنتخب مصر اي شيء يعمله، انا ضد كده، لكن طالما ارتضيت ان يكون في نوع من انواع التنسيق وان تم الاتفاق عليه، اذا انت ملتزم بهذا التنسيق، انت ملتزم بيه. اللي عرفناه من طرف مستر مارسيل كولر او من طرف النادي الاهلي ان لم يتم الالتزام من قبل الكابتن حسام حسن بخصوص إراحة لاعبي النادي الأهلي المشاركون في إيه؟ في المشوار الإفريقي. واخدين بالكم؟ في المقابل بقى الكابتن حسام حسن بيقول لك إيه؟ ما هي دي الحلقة المفقودة بقى، يقول لك إيه؟ لا أنا التزمت بكل اللي اتفقنا عليه، ليه؟ لأن أنا لاعيبة النادي الأهلي كنت بخليهم يشاركوا في التدريبات تلت ساعة. شاركوا في المباريات كاملة، بس قال لك مثلا ضرب المثل برامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، شوفوا هم بيلعبوا الماتشات لحد دلوقتي سلام 100%، مفيش أي مشكلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. فإذا أنا ما أرهقتهمش في المعسكر، أنا كنت بديهم فقرات تدريبية قليلة. طب الحلقة دي المفقودة والتوضيح اللي قاله الكابتن حسام حسن ده، هل تم نقله لمستر مارسيل كولر أثناء المعسكر أو بعده؟ ما أعتقدش، بدليل إن في غضب عند مستر مارسيل كولر أو عند النادي الأهلي. عشان أكون برضه واضح معاكم. عشان كده انا بدعو الكابتن حسام حسن ان يكون في حديث جديد بينه وما بين نادي مهم جدا اللي فيه اكبر عدد من اللاعبين في منتخب مصر، هو النادي الاهلي. ده فيه اكتر من 8 المحترفين النادي الاهلي، فبتتكلم نسبه 60% من قوام منتخبك من النادي الاهلي. اذا لازم يكون في خط بشكل ايجابي بنقاط واضحه بالتحديد في المعسكرات الوديه او معسكرات بتاعه الاجنده الدوليه في الاطار الودي بعيدا عن المباريات الرسميه. لكن في شق المباريات الرسميه فكامل الدعم والمساندة الكابتن حسام حسن ايا كان قراره ايه بقى، عشان ما يبقاش فيه بعد كده حجه، واخد بالك؟ فدي برضو او ده شق من الامور اللي اتكلم فيها، نشوفه غايه في الاهميه. بحاول يعني ايه افصص معاكم التصريحات يعني من الاخر كده بالعاميه يعني. في بقى اهم حاجتين. أول حاجة موضوع محمد صلاح. تأكيدات امبارح كانت من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في جلسة أيضا كانت مع السادة الصحفيين الزملاء الأعزاء، وكانت في الإطار الودي، وقلنا احنا بعض التصريحات اللي كانت على لسان الدكتور أشرف صبحي كانت تصريحات إيجابية جدا، كان أبرزها مثلا فيما يتعلق باللي هيجيب لنا ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس مثلا هياخد 4 مليون جنيه. تمام؟ محمد صلاح خلاص هينضم لمنتخب مصر وان القصه اتحلت. الفرق بس بين تصريحات الوزير وتصريحات الكابتن حسام حسن ان تصريحات الوزير ما عملتش لغط، تصريحات الكابتن حسام حسن عملت شويه لغط في وقت غير مطلوب خالص خالص في ان يحصل الكلام ده. طيب النهارده الكابتن حسام حسن لما اتكلم عن محمد صلاح اتكلم بشكل ايجابي جدا واكد على ان محمد صلاح هيكون موجود مع منتخب مصر خلال الفتره الجايه. هنا انا هطرح تساؤل غايه في الاهميه. حاولت اسال اصدقائي الصحفيين اللي حضروا المؤتمر، هل الكابتن حسام حسن اكد في كلامه حتى لو بطريقه غير مباشره ان حصل نوع من انواع التواصل المباشر بين الكابتن حسام حسن ومحمد صلاح؟ فقالوا لي مفيش اي تلميح من الكابتن حسام حسن بخصوص ان حصل تواصل مباشر. طب يا جماعه ده في كلام منتشر على ان الكابتن حسام حسن قال ان صلاح اخويا الصغير، فسالت في الموضوع ده قالوا لي لا. طبعا اتكلم عن صلاح بشكل ايجابي بيدي صلاح قيمته وكل هذه الامور. قلت له طب يا جماعه قال ان صلاح واحد من افضل لاعبي العالم على الاطلاق، قالوا قال فعلا قال كده ودي حاجه ما فيهاش نقاش، هو قال فعلا صلاح من افضل لاعبي العالم على الاطلاق. طب سالتهم قلت لهم في تصريح منتشر ايضا ان هو نصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول، فده يديني مؤشر ان حصل او يخليني استنتج ان حصل تواصل مباشر ما بين الطرفين. قالوا لي لا التصريح ده ما اتقالش. عشان كده بقول لحضراتكم في بعض التصريحات بيتم تحريفها. لكن اللي اكد علينا مفيش ازمه مع صلاح تاكيدا لتصريحات الوزير امبارح وان القصه دي اتقفلت وان صلاح موجود في معسكر المنتخب اللي جاي. وده خبر مهم جدا. تمام؟ قال لك كمان ايه الكابتن حسام حسن؟ قال لك احنا الروح بالنسبه لنا لا تكفي للصعود لكاس العالم.
لازم روح وفنيات، وبنشتغل وبنذاكر وبنشوف المنتخبات اللي هنلعبها وطرق لعبها والمحترفين بتوعها وكلام من ده. ده طبيعي دور الجهاز الفني بيقوم بيه. فالأهم ان قصة محمد صلاح خلاص اتقفلت، اتقفلت، مش عايزين بقى حد يقعد يرغي فيها بقى ويعيد ويزيد وبتاع والجو ده. خلاص كان في مشكلة، كان في مشكلة، خلصت خلصت. يلا نبص لقدام. النقطة التانية اللي أنا مستغرب لها، عمر مرموش النهاردة الكابتن حسام حسن قال لك إيه؟ قال لك عمر مرموش، والبعض اتكلم على أسلوب الكابتن حسام حسن وبيتكلم على عمر مرموش تحديدا، لأنه قال لك أنا طلبت من عمر مرموش، تمام، أو الكابتن إبراهيم حسن هو اللي شرح الحتة دي برضه عشان أكون واضح معاكم، طبقا للي أنا عرفته الكابتن إبراهيم حسن هو اللي كان بيشرح الموضوع ده. قال لك حصل تواصل مع عمر مرموش، فعمر مرموش عنده إصابة في صباعه الصغير، والتواصل ده كان من شهر، ولعب وهو مصاب بالإصابة دي. فالدوري خلص في ألمانيا وتواصلوا معاه، قالوا له طب يا عمر أجل الجراحة 10 أيام بس. يا سيدي أجلها 10 أيام عشان إحنا محتاجينك في الماتشين اللي جايين دول قوي. فعمر رفض وقال للكابتن ابراهيم حسن، قال له النادي متمسك بان انا اعمل الجراحه وان النادي نسق مع الدكتور موعد الجراحه، واخد بالك، فمش هقدر يا كابتن ابراهيم ان انا انضم للمعسكر عشان اعمل الجراحه بتاعت صباعي الصغير. فالنادي راح بعت جواب رسمي للاتحاد يفيد باللي قاله عمر مرموش وبحاله اللاعب والجراحه اللي هيجريها بمواعيدها بتفاصيلها كلها. ما بحبش دايما اظن ظن سوء، ما بحبش كده، بس كنت اتمنى ان عمر مرموش يجي على نفسه ويخلص يخلص، خصوصا في فتره توقف كده كده خلاص الدوريات كلها، فخلص المعسكر ده وبعد كده اعمل جراحه في اي وقت، خصوصا انت عارف ان انت احد العناصر الاساسيه في قائمه المنتخب، فكنت تنسق مع النادي من بدري. انا كنت اتمنى كده من عمر للامانه، لعيب مهم جدا بالنسبه لنا، لعيب مهم قوي بالنسبه لنا. فده ممكن يكون ازعج شويه الجهاز الفني منتخب مصر، وحقه ان هو ينزعج، حقه، لكن ده اللي حصل. خلاص ده بخصوص عمر مرموش. هل في حاله من حالات الغضب في الجهاز الفني؟ يعني لما برضه سالت في الحته دي قال لك كان واضح من رد الفعل او من الاي كيو من الاخر كده بتاع الكابتن ابراهيم حسن، لكن ما بلاش نقف ونقول ان دي ازمه كبيره. بقول لك ايه، في ناس تانية وحياه ربنا تقعد تقول لك ايه، يلا امسك في اي حاجه شعل الدنيا، ولع ولع يلا عشان تتكلم في حاجات جامده قوي قوي بقى، والناس تقول ايه عمر مرموش وفي مشكله. مش هقول ان في مشكله، هقول ان في سوء تقدير وسوء تنسيق من قبل عمر مرموش قبل المنتخب، لان هو اللي كان عارف الحاله وكان لازم يبقى في تواصل ويبقى عارف ان هو ده داخل معسكر منتخب مصر مهم تصفيات كاس عالم، وبعد كده يبقى يعمل الجراحه. طبعا النادي بتاعه انتراخت فرانكفورت الالماني هو بيبحث عن مصلحه اللاعب بتاعه، فقال لك انا هعمل الجراحه للاعب بتاعي بعد نهايه الموسم. بس عمر نفسه عارف يا جماعه ان في معسكر منتخب مصر، فكان ممكن يقول لهم يا جماعه اجلوها شويه 10 ايام 20 15 يوم وخلاص يعني، لكن ده اللي حصل. اخر حاجه ودي ليها علاقه بالتصريح اللي اتكلمنا فيه عن كابتن حسام حسن اللي هو ليه علاقه باللاعبين في الدوري المصري، مفيش حد. بس هنا يبقى السؤال الاهم، طالما مفيش وجوه جديده في الدوري المصري وان اللعيبه من حيث الوجوه الجديده قليله فنيا، اين سام مرسي لاعب ابسويتش تاون اللي تاهل من تشامبيونشيب في انجاز تاريخي واول قائد مصري يقدر يتاهل للبريمير ليج، وهو عنصر مؤثر جدا في الفرقه اللي تاهلت للبريمير ليج، وده حدث خلي بالك مش طبيعي، احنا ممكن نكون هنا مش مدركين مدى اهميه هذا الحدث وحجمه، لكن لازم تعرفوا ان احنا عندنا قائد مصري في الدوري الانجليزي الممتاز دلوقتي بعد ما قاد فرقته ابسويتش تاون في التاهل للبريمير ليج. طب ما هو ده لاعب جاهز، لاعب اكيد عنده امكانيات، ليه ما خدناش سام مرسي؟ انا انتقد الكابتن حسام في حاجه زي كده، وجهه نظر، احنا محتاجين كل عنصر. هتقولي ممكن يكون في وفره عدديه في نص الملعب، ممكن، بس لما نيجي نتكلم على الكواليتي، سام مرسي جه في بعض المعسكرات ما قدمش اوراق اعتماده، بس التوقيت غير التوقيت، خدوا جربوا في المعسكر ده، مش شايف ما يمنع ذلك يعني. فاعتقد ان انا كده اتكلمت معاكم في كل التصريحات اللي عليها لغط
اللي اتقالت على لسان الكابتن حسام حسن بالتحديد، التصريحات الحقيقيه مش المحرفه. يعني ممكن تلاقي بقى الناس تطلع تقول لك دلوقتي انت بتدافع عن حسام حسن، اصل انت مش عارف ايه، اصل انت لا. اللي يستحق فيه الكابتن حسام حسن الدفاع دفعنا، واللي يستحق فيه الكابتن حسام حسن النقد انتقدنا. الموضوع بسيط يا جماعه، الموضوع بسيط. انا بس نفسي الامانه الشديده، يعني نفسي نقفل الملف ده، ونفسي نقفل اللغط ده والجدل ده. ليه بقى؟ انا بتكلم دلوقتي بشعوري كمواطن مصري بعشق بلدي وبغري على بلدي جدا جدا، وحلمي ان انا اشوف منتخب بلدي بيوصل كاس العالم اللي جاي. هتقول لي ما التصفيات سهله وبقوا 9 منتخبات من افريقيا، 9 منتخبات هيتأهلوا بشكل مباشر، يعني احنا كمان يا عم امير مش هيتأهل. والله ممكن بالشكل ده، ممكن لو احنا مش على قلب رجل واحد، وده اللي واضح احنا مش على قلب رجل واحد. انا نفسي كلنا نبقى على قلب رجل واحد، وده صعب يحصل انا عارف. نفسي نرجع كاس افريقيا تاني ناخد البطوله، مش احنا عايزين ناخد البطوله. 14 سنه غياب ده كتير على اسم كبير زي منتخب مصر. انت داخل في موعد البطوله المقبله اللي احنا انفردنا بيه امبارح شهر 12 2025، فانت داخل في 15 سنه، ده كتير على اسمنا على تاريخنا قوي يعني. فخلينا نفكر في المستقبل مع الكابتن حسام حسن بايجابيه، وده امر مهم جدا. طيب خلينا ناخد مداخله مع الكابتن الكبير الكابتن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي الزمالك السابق. يا كابتن صلاح مساء الفل. كابتن امير وحشني 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 والله العظيم. انت اكتر يا كابتن، عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ زي الفل والحمد لله. قمصان الشيك اخبارها ايه؟ طمني. الشياكه عامله ايه؟ والله بناخدها منك انت وهاني حتحوت. حبيبي هاني برضو من الناس الجميله المحترمه. ربنا يخليك يا امير يا كابتن، وان شاء الله يا رب دايما موفق كده. الله يخليك. عايز استغل مداخلتك معانا في اكتر من محور، وهبتدي بتصريحات الكابتن حسام حسن اللي انتشرت النهارده، واكيد حضرتك تابعتها وربما تابعت المقدمه بتاعتنا بخصوص هذه التصريحات. تعقيبك ايه؟ انا يعني عايز اقول لك على حاجه، هاخد من كلامك الاخير. كلنا كمصريين نتمنى ان احنا ندعم حسام ونوصل كاس العالم وناخد افريقيا. ويمكن احنا دافعنا عنه كتير، وان في بعض الاحيان كان مظلوم هيختار مين، اللي كان في فتره كده اللعيبه كلها مش في حالتها. وبعدين الامور اتحسنت. والاهلي والزمالك دلوقتي في النهائي. ان شاء الله ياخدوا البطولتين يا رب يا رب. بص يا امير، ده انتصار للكره المصريه ماشي، بما فيها من كل المشاكل. اوكي. سواء اتغلبنا عليها او لا، لكن الوضع الطبيعي والتاريخ بيقول ان لما الاهلي والزمالك باذن الله يكونوا في النهائي واخدوا البطولتين، انا بقول لك ده انجاز لتربع مصر او الكره المصريه على الكره الافريقيه كلها. حلو. شمال افريقيا كمان. حلو. ولكن انا كنت عايزه، يمكن انا الوحيد او بعض الناس قالت انه انا عايزه يسكت. يسكت. يعني انا اسف، انا مش عايز. فاهم قصدك. مفهوم مفهوم مفهوم. يعني يشتغل بس. ويخش يروح كاس العالم بس، وبعد كده يحلها حلال. لان هو انا لما بصرح بقول ان مفيش لعيبه. او المستوى مش كويس، او اضم مين، او اخد مين. ده بيعمل له هز عند اللعيبه. ايوه. لان هو في الاخر هياخدهم اذا كان راضي او غير راضي. ده الموجود. وهو ما كانش محظوظ في الاول، لكن دلوقتي محظوظ ان الفرقتين زي ما قلت لحضرتك في النهائي. مع تفسير حاجه بسيطه بس، او مع توضيح حاجه بسيطه جدا يا كابتن صلاح، ان هو بيقصد على الوجوه، بيقصد الوجوه الجديده، مش لاقي حد جديد. رغم ان الكابتن حسام حسن بالمناسبه معروف عنه لما زي ما كانوا مطلع عمر جابر، هو اللي مطلع محمد ابراهيم. انا فاكر طلع في كل حته لعيبه جامده، يطلع ناس جديده او ولاد صغيرين وبيمشوا معاه وبيبقى فرحان. لكن مرحله المنتخب امير مش محتاج ان انت تطلع حد جديد. او مش في اي وقت. يعني صدقك لما يكون عندك بطوله دوليه وديه بتجرب في ماتشات وديه. لكن في البطولات الرسميه بتبقى صعب شويه. يعني هديك مثال بسيط، مثلا اذا اراد ان هو ياخد شحاته. شحاته مش هيبقى جديد. مش هيبقى جديد. مش هيبقى جديد عشان هو منتخب اولمبي وكده، اساسي ولعيب كويس قوي. وانا يمكن قلت يمكن الوحيد اللي ممكن ياخده حسام في الفتره دي المنتخب الاول هو شحاته. الوحيد من الزمالك ولا من المنتخب الاولمبي؟ لا، من المنتخب الاولمبي الاول اللي هو بيلعب في البطوله الافريقيه دلوقتي مع النادي. فيتحسب له، فممكن الولد بمستواه يمكن يفكر فيه حسام. ماشي.
لكن الجديد اللي عايز يعمله حسام، انا اتمنى ان يبقى في بينه وبين اللعيبه اللي هيختارها توافق او محبه، او ما بقاش انا اجي قابل المدير الفني بتاعي وهو متكلم عليا امبارح او اول امبارح. ايوه انا عايز يقفل الصفحه دي خالص. صح. ويبقى الاتحاد الكوره محدد له راجل اعلامي. ايوه يقول الكلام اللي هو عايزه. بعيد عن حسام. ليه؟ طول ما المدير الفني بعيد عن السوشيال ميديا او عن الاعلام، انا بقول لك بيكبر بسرعه وهيبته بتبقى موجوده عند الناس كلها. لكن كل سؤال هو هيجاوب عليه او زي ما حضرتك بتقول ممكن يتحرف شويه. ايوه فده هيخلق لغط كبير وجدل كتير كبير. كتير. احنا في غنى عن كده. لان الوقت مش مساعدنا. صح. فانت لازم تاخد البطولات الاول وتروح كاس العالم وتكلم يا حسام زي ما انت عايز. صح صح. وفي الاخر هو لما ان شاء الله الامور تتحسن هيغير، انا عارف حسام هيغير الجلد بتاع المنتخب. لما يكون عنده مساحه من الوقت. ايوه كتير يا كابتن امير كتير. صح. ويقدر بقى يجرب ويشيل ويحط براحتك. انت راجل وصلتنا كاس عالم وان شاء الله تاخد افريقيا، فانت تعمل بقى فينا اللي انت عايزه. صح. لكن دلوقتي انا عايزه يعني بلاش يسقط عشان عيب. يهدى. هو للامانه مكل في تصريحاته، بس التصريحات اللي زي النهارده دي او الجلسه اللي كانت زي النهارده خرج من خلالها تصريحات كتير قوي عوضت الفترات اللي هو كان مش بيتكلم فيها. بس اتعوضت. فخلقت مشاكل. اتعوضت على عملت واحد ناحيه الشمال وده اختار يمين وده الف وده حرف وهو في غنى عن هذا. يعني انا بقول ده وجهه نظري. اتفهم وجهه نظرك. وبعد كده لما تيجي تكسب في اي ماتش ان شاء الله اطلع قول اللي انت عايزه بقى. صح صح. وتبقى التصريحات من خلال مؤتمرات صحفيه الكلام صوت وصوره باين احسن على الهواء. ايوه ايوه برافو عليك. احسن ما يبقى فيه الكلام الكتير اللي بيطلع. محدش هيقدر يحرف فيها. صح صح. طيب ده بخصوص التصريحات الخاصه بالكابتن حسام حسن. عايز اخد رايك عن ماتش الزمالك امبارح امام نهضه بركان و مباراة الإياب ونتيجة المباراة، هل هي جيدة؟ هل قادر نادي الزمالك إن هو بإذن الله واحد أحد يفرح جماهير الكرة المصرية ببطولة قارية إن شاء الله؟ إن شاء الله نتيجة كويسة. الشوط الثاني بس. أيوه طبعًا. ما عنديش لغاية دلوقتي يا أمير أي مبرر إن أنت تنزل الفرقة كلها متنشنة، عصبية شديدة، تحفز للحكم واللعيبة اللي قدامك، فقط تركيزك دخل فيك جونين في حوالي 20 دقيقة. كنت في غنى عنهم. ولولا استعاده مستواك في الشوط الثاني والهدف المبكر كانت ممكن تحصل مشاكل، لكن انا عاملوا شوط جيد جدا. وصلوا للجون كتير. طبيعه الزمالك رجعت بقى. ايوه. لان انت لما انا قلت ان الزمالك لو عايز يكسب البطوله باذن الله يخلص صعب. هناك. لولا الجون ده هو الجون ده ان شاء الله اللي هيديهم البطوله. صح. هو ده مفتاح اللقب. بقى احترامي نهضة بركان والمستوى وي وي وي، لكن هم كانوا مضغوطين هناك الفريق المغربي. بالنسبه للجماهير فاحنا مش عايزين بقى الجماهير دي اللي في مصر هي المساعد الاول لاحراز الزمالك في البطوله ان شاء الله. طبعا طبعا باذن الله. انت بتتكلم في اكتر من 50,000 يا كابتن محمد. فلازم الراجل يعني في خلال الخمس ست ايام دول يشتغل على النقطه الدفاعيه ان هي شبه مش متوسطه يعني ضعيفه شويه اقل من المتوسط. لان لو جه في الجون دي مشكله هتعمل لك قلق، فانت لازم تحافظ انت ما تجيش في الجون وتجيب جون عشان ده المراد ان انت تاخد البطوله باذن الله تعالى ان شاء الله. انت راضي عن جوميز يا كابتن صلاح؟ لغايه دلوقتي الراجل لعب نهائي كويس. وانا قلت لو هو باذن الله خد البطوله دي ان شاء الله هيبقى بينه وبين الجماهير طبعا محبه طبعًا. بقى وعطف وحنيه وانت بابا وانت ماما كل حاجه هتفتح له سكك كتير حلوه طبعا في علاقته مع جمهور الزمالك ويفكر مين يمشي مين يقعد مين يتم اعارته عايزين نجيب فلان وانت عارف المجلس يوفر له كل حاجه طبعا بيحاول يا رب التوفيق باذن الله تعالى واتمنى ان احنا كلنا معلش سامحني يا امير اعلام وصحافه وجرايد ولعيبه وقدامه واساطير تساند وتدعم اللعيبه في الماتش ده وبعدين نتحول تاني على الاهلي وندعمهم لغايه ما ياخدوا البطوله ان شاء الله يا رب. دي نقطه مهمه جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق
نتكلم عن نقطتين او النقطه الاخيره دي نقطه غايه في الاهميه، كل الدعم والمسانده لنادي الزمالك، كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي، نفرح بالناديين، نلاقيهم الاثنين بيلعبوا بعض في السوبر الافريقي، واللي يكسب يكسب كل واحد وتمنياته وانتمائه بكل تاكيد، لكن الاهم ان هيكون السوبر الافريقي مصري خالص من خلال اكبر ناديين في مصر والوطن العربي وافريقيا والشرق الاوسط بكل تاكيد، الاهلي والزمالك ان شاء الله ده يحصل باذن الله تعالى. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل في كواليس مهمة في الزمالك، بعض الكواليس في النادي الأهلي قبل رحلة السفر وقبل المرام بتاع بكرة، فهنتكلم في أمور كتيرة، استنونا بعد الفاصل في بلس 90. سعيد جدا بالقاهرة بالمتاحف والشوارع وزيارته للعاصمة، وشايف ان الفوز للأنسب او للأصلح، ما عندوش اي توقعات مين اللي ممكن يكسب البطولة، انها بطولة مفتوحة يعني. سعيد جدا باستضافة نادي الجزيرة للحدث العظيم والبطولة العظيمة دي. البطولة هتبتدي يوم 16 و الفاينل هيكون يوم 31. سفارة ألمانيا هي سعيدة جدا انها تدعو كل السفراء او كل الدول للمشاركة في البطولة دي، النسخة السادسة منها والنسخة الثانية في نادي الجزيرة، ونتمنى انها تكون بطولة موفقة. سعيدة بوجودها في مصر، سعيدة بالبطولة دي، بقالها 6 شهور بس في مصر كسفيرة لرومانيا، وهي دي أول بطولة ليها تحضرها. طبعا هي هتشجع الفريق اللي قلبها متعلق بيه، رومانيا. هي فخورة جدا جدا بالمشاركة، وإن الموضوع يعني يكون ممتع ويكون شيق لنا كلنا، وده طبعا بغض النظر عن اللي بيحصل وكده، فهتكون بطولة شيقة. كل اللي بقوله إن فريق مصر لازم الاهتمام بيه شوية، احنا لنا 2-3 ممكن انه يكونوا ما بيشتغلوش في السلك الدبلوماسي، ممكن الاستعانة بيهم لو عندهم نفس الجنسية، فتصور انت في مصر، فاحنا نجيب لهم بقى بيليه بتاعنا يجي يلعب علشان نضمن ان احنا نكسب. وبيليه بتاعنا طبعا ناس كتيرة جدا بمثلهم ببيليه من لعيبة محترمة جدا كبار اكبر يعني من الناس اللي لعبوا زمان، ولكن انا شفت محمد زيدان زي ما سعادتك مشكورا كنت موجود السنه اللي فاتت وشفته، والنهارده السفير الفرنساوي بيتكلم على هتهزروا معانا هنجيب لكم موديست. فاللي انا بقوله انه اعتقد ان فريق مصر لازم يدعم علشان المنافسه تبقى حلوه ولذيذه، لانه بقول لحضرتك المدرجات زي ما حضرتك شفت تقريبا بتتملي بالجنسيات الاجنبيه، يجوا بيعضدوا وبيشجعوا فرق، بيبقى اسبوع او 10 ايام حلوين قوي في نادي الجزيره ولنادي الجزيره وللاجانب، وبنشجعهم يحبوا نادينا اللي هو ناديهم لانهم اعضاء فيه، وبنشجع عضوياتهم هنا كمان. حقيقه ان البطوله الدبلوماسيه لكره القدم، انا يعني حتى بكلم اصدقاء المسؤولين بقول لهم احنا قدام كاس عالم دبلوماسي، دي بطوله كاس عالم 41 دوله، يعني بتتكلم في كاس عالم، انت بتتكلم كمان في ان انت عملت فكره اعتقد انها رائعه، ان انت بتجيب المانيا وهي بتنظم كاس عالم وفرنسا وهي بتنظم اولمبياد، وتعمل المباراه الافتتاحيه بين هذين الفريقين او القوين العظميين في كره القدم قبل ما يكون في اي امور اخرى، ده شيء كويس جدا. ومن الجميل كمان ان انت تلاقي السفير الالماني والسفير الفرنسي في الملعب، لا ده احنا هنتفرج على كره دبلوماسيه بقى. في نادي الزمالك ايه اخر الاخبار والتطورات والتفاصيل؟ نادي الزمالك وركز معايا في الجزئيه دي، لان ده كان من خلال تواصل مع احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك البارزين خلال الساعات الماضيه، وسالناه وسؤال واضح جدا، هل ممكن مجلس اداره نادي الزمالك يوجه الدعوه لمجلس اداره النادي الاهلي، ركز معايا في الكلام، علشان يحضر نهائي الكونفدراليه يوم الحد اللي جاي في مباراه الاياب في استاد القاهره بين الزمالك ونادي البركان؟ فكان الرد كالاتي، السيد عضو مجلس الاداره في نادي الزمالك رد قال لي لا،
احنا علاقتنا بمجلس إدارة النادي الأهلي وعلاقة الزمالك بالنادي الأهلي في المرحلة الحالية هي من أفضل المراحل، العلاقة فيها متميزة بين الناديين، فبيني وبينك حاجة حلوة، حاجة كويسة. فقال لك إن فعلا الموضوع ده محل دراسة ونقاش داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، هل يوجه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي عشان يحضر مباراة يوم الحد؟ هتقول لي كده كده الأهلي مشغول ومجلس إدارته أو معظم أعضاء مجلس إدارة هيكونوا موجودين مع الأهلي في رحلة تونس، مباراة الترجي وهي مباراة أيضا هامة للغاية، نهائي بطولة. فالأهلي هيلعب يوم السبت، هيخلص المباراة ويرجع مباشرة بالطائرة الخاصة. فيوم الحد هل الوقت يسعف مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة توجيه دعوة من مجلس إدارة نادي الزمالك بحضور المباراة؟ ده اللي هنشوفه خلال الأيام المقبلة. أنا بس بحاول برضه أحط حضرتك في صورة وأحاول أجيب لك الحاجات من بدري شوية، لكن ده بالظبط بالحرف اللي حصل في تواصلنا مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك البارزين، وده كان رده بالظبط فيما يتعلق بهذا السؤال وهذا الاستفسار وبخصوص دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لحضور مباراة نهائية. خصوصا إن شفنا مجلس إدارة النادي الأهلي راح بارك لمجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب، شفنا الكابتن حسين لبيب موجود في حفل تأبين الأستاذ العمري فاروق الله يرحمه من يوم الأربعاء الماضي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، كان موجود، وشايفين علاقة متميزة بين الناديين. للأسف الشديد ممكن تلاقي فيها حد أو حاجة بيقول بعض التصريحات أو بعض المحسوبين على نادي الزمالك تحديدا، أنا واضح بتاخدهم شوية حتة السخونية بتاعت السوشيال ميديا، كلمت في الموضوع ده قبل كده بمنتهى الوضوح وانتقدت القصة دي، بس ان شاء الله اتمنى ان ده ما ياثرش في العلاقه بين الناديين، ولازم يكون عندهم وعي اكبر من كده. بتكلم عن شخص او اتنين بالتحديد اهو، وقلت اساميهم قبل كده خلاص، بس لازم تاخدوا بالكم يا جماعه، عايزين نحافظ على العلاقه بين الناديين، لازم نحافظ على العلاقه دي انها تفضل في الاطار الايجابي، في الاطار المحترم، في الاحترام اللي موجود بين اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا. فان شاء الله هنفضل احنا تحديدا او من ضمن الناس يعني اللي هنزق في الحته في الموضوع ده، احنا عايزين كده. فده اللي حصل بالظبط يعني. طيب الزمالك طبعا بيستعد للمباراه النهائيه، مباراه الاياب، مشكل لجنه عشان موضوع الترتيبات الخاصه بالمباراه تخرج بالشكل اللائق، استضافه فرقه نهضه بركان استضافه جيده، استقبال حافل كما هو المعتاد عننا كمصريين بشكل عام، فده طبعا امر طبيعي جدا بالنسبه لنادي كبير وعريق زي نادي الزمالك. لكن نادي الزمالك لسه متمسك، وزي ما كنت مع حضراتكم امبارح حتى بعد الماتش، لسه متمسك بالاحتجاج على حكم مباراة الإياب، حكم الفار التونسي، وسيحتج أيضا طبقا للمعلومة اللي عندنا على تقديم الشكوى أو على تواجد الحكم التونسي أيضا على رأس حكام الفار، حكم فار أول في مباراة الأمس، لأن شايف إن في كورة، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك شايفين إن في كورة في تدخل قوي جدا مع محمد شحاتة تحديدا كانت تستوجب البطاقة الحمراء، ومع ذلك الفار ما ناداش الحكم الكيني اللي أدى بالمناسبة في رأيي مباراة جيدة جدا امبارح، مباراة جيدة جدا يعني، حتى ضربة الجزاء صحيحة على حسام عبد المجيد، مش شايف إن في حاجة مؤثرة في رأيي. فنادي الزمالك لسه متمسك بفكرة تغيير حكم مباراة الإياب كمان، وأنا بقول لك ده نوع من أنواع الضغط ومفيش حاجة تتغير، هو الزمالك بيضغط وجيم خارج الملعب مقبول إن يعني يكون ده بتحصل، أنت بتلعب أو بتشتغل تعمل اللي عليك بره الملعب عشان تضغط على الحكم فتاخد أكبر مكاسب ممكنة جوه الملعب. بشكل او باخر لو استجاب هذا الحكم لهذه الضغوط بشكل عام بتحصل يعني، ممكن يستجيب ممكن لا، بس انا في اعتقادي هي دي السياسه اللي بيفكر بيها نادي الزمالك، لكن خلينا نترقب ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه. النهارده كان متواجد مندوب من شركه تذكرتي داخل نادي الزمالك عشان يتم استخراج الاي ديهات وتسهيل دخول الجماهير لمباراه الفريق المقبله امام نهضه بركان، وهنا نداء لشركه تذكرتي، نداء ل كل الجهات المنوطة بتنظيم دخول الجماهير، وهما جهات محترمة جدا، شركة تذكرتي بتعمل مجهود عظيم جدا جدا، ان احنا نحاول نسهل الامور شوية على جماهير نادي الزمالك وايضا جماهير النادي الاهلي في الماتشين اللي عندنا هنا في مصر، عشان البطولتين دول بتوعنا، بطولة الزمالك دي بتاعتنا ان شاء الله الكونفدرالية، فهتبقى بتاعتنا ازاي؟
بحضور الوافر لجماهير نادي الزمالك في الإطار التحفيزي والتشجيعي للفرقة في الملعب. مش هنقبل أي خروج عن النص لا من جماهير الزمالك ولا من جماهير الأهلي، بس احنا عايزين نساعدهم. بعد إذنكم يا جماعة وفروا كل السبل اللي من خلالها يدخلوا الجماهير للمباريات دي، لأن هيجيبوا لنا بطولة بإذن الله. الجمهور ده هيجيب لنا بطولة، حتى لو فرقة الزمالك مش في أفضل حالاتها، حتى لو فرقة الأهلي مش هتكون في أفضل حالاتها، إن شاء الله يكونوا 100-100 بإذن الله يعني. بس أنا قصدي إيه، الجمهور بيبقى ليه مفعول سحر يقدر يخلص لك ماتشات زي دي. فرص الزمالك كبيرة، كبيرة جدا، جون تخلص. فرص الأهلي كبيرة، إن شاء الله كبيرة بإذن الله تعالى ويخلص، رغم إن فرقة الترجي تقيلة السنة دي. طيب عشان كان بس اخبار الزمالك سريعا، دكتور محمد اسامه طبيب الجهاز الفني في نادي الزمالك او طبيب الفريق يعني، قال ان نبيل عماد دونجا امبارح تعرض لحاله اجهاد عضلي وتم استبداله. حتى الناس مستغربه شويه في نادي الزمالك ان لما خرج دونجا نزل ناصر منسي، ليه ما نزلش زياد كمال؟ من ضمن الملاحظات بالمناسبه على جوميز، لكن ده مش وقته برده. وتم استبداله في الوقت الاخير من المباراه، عنده حاله اجهاد، بس ده مش هيعيق اللاعب انه يلعب في مباراه الاياب ان شاء الله. ودونجا لعيب مهم جدا لنادي الزمالك، فالامور بسيطه وهو هيكون جاهز ان شاء الله لمباراه الاياب في الوقت اللي طلب فيه جوميز تقرير عن الحاله الطبيه للثلاثي شيكابالا قائد الفريق، مصطفى شلبي احد اللاعبين المهمين جدا، وايضا مصطفى الزناري، عشان يحسم موقفهم من المشاركه في مباراه النهائي. والفريق هيستأنف تدريباته في ملعب الغد. حاجه من الكواليس سريعه كده، بكره ان شاء الله تدريباته في ملعب النادي في مقر النادي ب 100 عقبه، يستأنف تدريباته في اطار استعداد لمباراه الاياب. بس عندي حاجه من الكواليس كده سريعه، الجهاز الفني كله تفاجأ باعضاء مجلس الاداره بالتعديله اللي عملها جوميز قبل الماتش بساعتين في التشكيل بتاع نادي الزمالك اللي بتخص سامسون اكينولا بدلا من ابراهيم انضاي، وهو ما كانش موفق ابدا في هذه او في هذا الاجراء او في هذا القرار. فالناس اتفاجأت، استغربوا، وفي الحقيقه سامسون ما كانش مفيد ابدا لنادي الزمالك في المركز ده، خصوصا ان احنا شفنا اختراقات من ناحيه فتوح كان محتاج مساعده من الواحد زي ابراهيم انضاي، لعب حتى باك ليفت في اكتر من مره مع جوميز نفسه من ساعه ما جه. فبرضه كل الامور دي مش وقتها، الاهم ان شاء الله نادي الزمالك يكون موفق في مباراه الاياب. سريعا اتكلم معاكم عن النادي الاهلي اللي اخباره النهارده قليله للغايه، نظرا لان الفريق النهارده اجازه، فرقه النادي الاهلي اجازه بعد ما ران كان بالامس. النهارده الفريق خد راحه 24 ساعه، بكره الفريق هيتمرن على استاد مختار التتش بالجزيره، بعد بكره الساعه 8 بالليل الفرقه تتجه ان شاء الله تعالى بالسلامه ل تونس العاصمة استعدادا لمباراة الترجي على ملعب رادس. ملعب رادس ده الاسم نفسه جمهور الاهلي بيحبه، يعني اسم رادس ده جمهور الاهلي بيعزه قوي قوي، لان ذكريات سعيدة كتير قوي هناك. في اعتقادي الشخصي لم تكن تخوني الذاكرة، فوز الاهلي هناك اكتر من خسارته، تمام؟ فدي حاجة تدعو للتفاؤل عند جماهير النادي الاهلي، بيتفائلوا بيها دايما. بس لازم الفريق نفسه ينسى الكلام ده، اوعى تفكر فيه، طبعا تفكر فيه مش مقياس ابدا ابدا. انت بتلعب ترجي باستراتيجيه جديده لفرقه الترجي عكس كل اللي انت شفته السنين اللي فاتت. ترجي مع صن داونز في الماتشين ذهابا وايابا كان بيدافع وبيلعب على هجمات مرتده وكسب 2-0 مجموعه الماتشين، جون هنا وجون هنا، كسب صن داونز ذهاب واياب. اوعى تستقل اوعى تستقل ابدا ابدا بفرقه الترجي وامكانياتها ولاعبيها الجيدين والعناصر الشابه الواعده اللي موجوده. وصلوا نهائي، كسبوا صن داونز رايح جاي رايح جاي، اللي هو الفريق المرعب جدا في القاره الافريقيه. فانسى ملعب رادس، انسى الكلام من ده، ركز في الماتش. الله يبارك لك، عايزين نفرح ان شاء الله بنتيجه ايجابيه مبدئيا، ونيجي هنا في القاهره نخلص ناخد البطوله. فانا عارف كويس قوي ان في شغل في الاطار النفسي بيحصل من الجهاز الفني النادي الاهلي، سواء الاخصائي المعد النفسي للفريق او ايضا مستر مارشال كولر، ومحاضرات مكثفه بتحصل من الجهاز الفني في هذا الاتجاه. وانا عارف ان مسؤول، عارف بالتحديد ان لاعبي النادي الاهلي على درايه ووعي كامل، لان هم مش اول مره يلعبوا نهائي افريقيا، لعبوا كتير قوي ما شاء الله يعني. فهم عارفين المطلوب منهم ايه، وعارفين يتعاملوا مع المباراه ازاي، واصبح عندهم الكم الهائل من الخبرات اللي تاهلهم ان هم يحققوا هذا اللقب. عايز اطمن بس جماهير النادي الاهلي على مروان عطيه. مروان عطيه كان خد كدمه في مباراه البلديه، بس الامور طبيعيه جدا، كدمه بسيطه جدا وسليم 100%، وموجود مع البعثه مسافر، واكيد هيكون اساسي مروان عطيه، لاعب لا غنى عنه يعني. فجمهور الاهلي يطمن، مروان عطيه جاهز لمباراه النهائي في الوقت اللي بيقترب جدا، زي ما قلنا لحضراتكم اول امبارح
اول امبارح ان محمد الشناوي موجود مع النادي الاهلي في رحله تونس، وانا طلبت من محمد الشناوي على الهواء مباشره ان حتى انا عارف ان هو جاهز بس لازم يكون موجود على الدكه، هو مصطفى اللي هيلعب ويستحق انه يلعب خصوصا عشان هو ما خدش ماتشات، فمصطفى ماشي كويس فلازم يلعب، بس الله لا يقدر لو مصطفى اتعور انت محتاج الشناوي، مفيش غيره، محتاج الشناوي. اعتقادي الشخصي ومرتبطه شويه بمعلومه، حتى هذه اللحظه محمد الشناوي مسافر وبنسبه كبيره جدا موجود على الدكه مع النادي الاهلي في المباراه، بنسبه كبيره جدا، اهو عشان التصريح بص الكلام واضح اهو، بنسبه كبيره جدا، وده اللي كان بيدرسه كولر على مدار الفتره اللي فاتت، وده كان الخبر بتاعنا اول امبارح اللي قلناه في بلاس 90. تواجد الشناوي مهم كقائد حتى لو هيكون على الدكه. وانا اثق جدا في شخصيه الشناوي جدا جدا جدا، ومدى ادراكه لضروره تواجده كلاعب مهم وكقائد مهم للفرقه. طيب الكابتن محمود الخطيب حتى هذه اللحظه هو رئيس بعثه النادي الاهلي في هذه الرحله الهامه، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى. طيب اخر حاجه قبل ما اطلع الفاصل واستقبل ضيوفنا النهارده كان اول مره للكابتن طلعت يوسف المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر بعد رحيل او اعتذار الكابتن تامر مصطفى المدير الفني السابق للفريق، فمران اكيد كان مهم، استعدادات مهمه للفرقه، اتمنى كل التوفيق للكابتن طلعت يوسف من الشخصيات المحترمه من المدربين الكبار بكل تاكيد، ومدرب مخضرم في الدوري المصري. فخلينا نروح نشوف تقرير عن المران الاول للكابتن طلعت يوسف، نطلع فاصل، بعد الفاصل هينورني ويشرفني النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عمرو الدرديري وايضا الاستاذ علاء عزت لاول مره معانا في بلاس 90. فاصل تقرير ضيوفنا، يلا بينا. ولي القياده ده معناه ان انا هقوم بالشغل اللي انا متعود عليه واللي انا عارفه، هو ان انا اقود الفرقه وهقودها كمان يعني من حيث هقودها في اوضه اللبس وهقودها في الملعب، وهيبقى في فترات زمنيه طويله هتخليني اعيش معاهم لانه هناك احتياج لانه يكون القرب ما بين الجهاز واللعيبه في الفتره الجايه اكبر من اي فتره ثانيه حصلت، يعني ما عندناش وقت، ما عندناش رفاهيه الزمن، يعني عندنا ماتش كمان 3 ايام وبعديها على طول، الماتشات متلاحمه ومتلاحقه، وبالتالي يعني القدره على التعديل والتطوير اتمنى انها ما تكونش بطيئه. طبعا التوقيت صعب جدا، بعتذر كابتن تامر، بتمنى له التوفيق الاول، شخصيه محترمه وبتمنى له التوفيق في الخطوه الجايه. كابتن طلعت اسم كبير جدا، تاريخ كبير جدا، مش اي حد ممكن تجيبه في نص موسم، قرب تقريبا نص موسم، ويشيل المسؤوليه ويقبل بيها، فالراجل يعني الحقيقه بتمنى له التوفيق وفي ظهره واللعيبه طبعا قلنا الكلام ده النهارده، ان شاء الله يكون اضافه لينا، وعندنا طموحات طبعا نرجع لمكاننا، مكاننا في الجدول دلوقتي بالنسبه لنا بعيد تماما. اثنين من النقاد الرياضيين الكبار في مصر، الاستاذ والناقد الرياضي الكبير استاذ عمرو الدردير. استاذ عمرو ازيك؟ اهلا يا كابتن امير، وسعيد جدا اني معاك، وسعيد اني في قناه النهار النهارده، ان شاء الله تكون حلقه موفقه. نورنا ومشرفنا، ربنا يخليك. الدنيا كلها تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. نورني ومشرفني ايضا الناقد الرياضي الكبير استاذ علاء عزت. يا استاذ علاء ازيك؟ ازيك يا امير، وحشني كتير والله. انت وحشنا اكتر يعني. اخبارك ايه؟ الحمد لله، واول مره اكون ضيف هنا معاك، وانا يعني البرنامج ده اتولد على ايدي، حتى يعني اتذكر الاسم بلس 90 ده كان بتاعي، كنت لسه بدايه فكره ان انا هعمل برنامج والله على اليوتيوب، واخترت بلس 90 ده، وصديقنا الاستاذ يحيى سامح عجبه اول عنوان، الشخصيات الجميله طبعا عجبه العنوان، فقال لي ممكن استعيره، وكانت لسه عملت حلقه او اتنين كده، فقال لي على اليوتيوب فقال لي ممكن استعير الاسم ده بس اعمل بيه برنامج. طبعا رحبت جدا، قلت له، ولما قال لي امير هيعمله، فطبعا قلت له لا دي بيتها يعني حبيبي. بس انت بتنسب الفضل لنفسك وهو الفضل للقناه، يعني ما تقعدش يا سيدي. انا بقول على الاسم، ما تاخدش السكسيه ولا حتى الاسم يا عم. انا بقول على بلس 90، هو بيتكلم على الاسم بس. لا يا حبيبي معلش، الاسم مش تبعك، ما تنزلش. لا لا لا، منورنا ومشرفين. عندنا اكتر من محور مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيوفنا الاعزاء. استاذ عمرو، بالتحديد اللغط دلوقتي داير بشكل كبير جدا بعد تصريحات الكابتن حسام حسن في جلسه وديه من المفترض مع الصحفيين،
ايه ملاحظاتك على التصريحات دي بالتحديد التصريحات الحقيقيه مش اللي اتحرفت؟ ايه ابرز ملاحظاتك؟ والله بص انا يعني عهدت في الكابتن حسام حسن دايما ان هو جاد، وعهدت في حسام حسن ان هو بيتكلم من قلبه. ماشي. وحسام حسن لما يتكلم يبقى هو شاعر بحاجه او خايف من حاجه في المستقبل. هو حسام حسن بيصارح الناس، هو راجل صريح. حسام حسن طول عمره كده، حسام حسن وابراهيم حسن في منتهى الصراحه اللي في الدنيا. والصراحه دي مطلوبه في كل الاوقات؟ في التوقيت ده مطلوبه، مش في كل الاوقات لكن في التوقيت ده مطلوبه. انت داخل على مباراتين مهمتين لمنتخب مصر هيأهلوك لنهايات كاس العالم، فبالتالي مرحله مهمه جدا. هو الراجل شاعر بقلق، حاسس اني يعني مش هقول لك مفيش لعيبه في مصر، لكن هقول لك اني مؤكد الكيرف الدوري نازل، مؤكد كيرف اللاعبين نازل، في مشاكل. هو الراجل الان مدير فني منتخب مصر، الان عنده مسؤوليه كبيره، فبيصارح الناس بيقول لهم انا بصراحه شايف ان الدنيا صعبه، رغم ان الناس شايفه صوره ورديه او 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 يعني الشكل العام احنا صعودنا سهل. اوكي يعني خلي بالك مستاء من النغمه دي، يعني كابتن حسام حسن النهارده ابدا استياءه من النغمه دي. ما انا بقول لك بشكل عام احنا صعودنا سهل حسابيا ماشي، وورقيا احنا صعودنا سهل، بس لسه لكن الحقيقه ان لا الموضوع مش سهل. كرة القدم مفيش حاجة سهلة، صح؟ مفيش حاجة سهلة في كرة القدم. كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء وبالتركيز ففي عوامل كتير جدا. أنت النهاردة هو كابتن حسام حسن بيتكلم في إيه؟ هو حاسس إنه مفتقد لعناصر كتير جدا، من عناصر المكسب مش موجودة. اللي هي إيه؟ معظم لاعيبة الدوري مش في مستواها. مش في مستواها ولا مفيش أصلا لعيبة؟ لا مش في مستواها، يعني المستوى نازل. اصل الكابتن حسام حسن بيتكلم كوجوه جديده، هو مش لاقي حد. طب ما فعلا اللي بيتم اختيارهم للمنتخب هم الاصلح. انا عايز اقول لك قول لي مين براهم ممكن يدخل المنتخب. مفيش، مش هتلاقي اسم. الدوري ما الدوري بتاعنا دوري ضعيف، اتحاد الكره اتحاد يعني ضعيف جدا. فبالتالي ما الدوري بتاعنا ما بيفرزش لعيبه على مستوى عالي. اي انا لو مدرب المنتخب هبقى قلقان الآن جدا طبعا. فأنا بعذر حسام حسن على تصريحاته، وشايف إنها تصريحات موفقة لأن هو راجل صريح. موفقة. هو راجل صريح بيقول اللي في قلبه، بيقول بيحط الناس أمام مسؤولياتها. هل ده عيب الناس تقعد تنتقد وتقول له أصل أنت مش قد المسؤولية، أصل أنت على السوشيال ميديا؟ لا أنا ضد انتقاد الكابتن حسام حسن في حتة إن هو مش قد المسؤولية. الكابتن حسام حسن قيمة كبيرة وأكيد نتمنى له كل التوفيق، لكن ممكن نختلف في بعض التصريحات. فخلينا نروح للأستاذ علاء، انت رايك ايه في التصريحات دي، وبالتحديد التصريح اللي عامل لغط كبير جدا هو موضوع ان مفيش لعيبه في الدوري المصري، وحتى هو طلب من الحضور حد يقول لي يا جماعه لعيب جديد اقدر اضمه لقائمه المنتخب، هل في ولا مفيش؟ شوف امير، انا شايف ان تصريحات كابتن حسام النهارده يعني صادمه ومحبطه كمان. طبعا انا ما ينفعش كمدير فني منتخب مصر اطلع اقول ان الدوري المصري ما فيهوش لعيبه، انا كده معناه ان انا بقفل الباب قدام كل اللعيبه اللي بتحلم انضمام لمنتخب مصر. وده طبعا يعني انا شايفها بصراحه تصريح صادم جدا، لان انا يعني الدوري بتاع ده انا كل لعيبه الدوري عندي، لعيبه المصري والاتحاد والاسماعيلي كلهم دول بيحلموا ينضموا لمنتخب مصر. طبعا طبعا. وبيقاتلوا منتخب مصر وبيبذلوا كل جهد لمنتخب مصر. لما يطلع المدير الفني، لما اسمع المدير الفني النهارده لمنتخب مصر يقول مفيش لعيب يصلح في الدوري المصري، ده بالتاكيد هيبقى محبط لعدد ايه؟ لمئات اللاعبين في الدوري المصري. انا ازاي انا قاعد ليل نهار بحلم ان انا اروح كاس العالم يعني على طريق كابتن ماجد، وافضل مش عارف اعمل ايه، واحارب واحلم وقاتل، والماتشات الدوري بعمل لها حسابات، والجهاز الفني بيتابعني، والكابتن حسام قاعد بيتابع كل مباريات الدوري. وفجاه كابتن حسام يطلع يقول لك لا. لا اشوف صراحه تصريح صادم جدا. انا كنت اتمنى كابتن حسام يحتفظ بالراي ده لنفسه. ايوه، ما يعلنوش. ما هو كده احنا هنفرق ما بين حاجتين. لا ثانيه واحده، يعني تصريح صادم، انت عايز تقول لي ان في لعيبه؟ ما هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. الاحلام حاجه على الواقع حاجه ثانيه خالص. ما ينفعش اقول الاحلام غير الواقع. هو بيتكلم على الواقع الموجود حاليا. يا عمرو انت بتتكلم عن عمرو، هو ممكن يكون واقع لكن صح ان هو يقوله. لا يا عمرو، ايوه يا استاذ علاء، عمرو في لعيب يا عمرو بيروح من الاهلي، من الاتحاد او الاسماعيلي او المصري
الاهلي والزمالك بعد شهر 4 بيكون في منتخب مصر، صح ولا لا؟ يعني مش فاهم. لا يعني افهم بقى، في لعيبه بتروح بتنضم للاهلي والزمالك بعد شهر او اتنين في اول تجمع منتخب مصر بيكونوا موجودين وبيكونوا مكسرين الدنيا في انديتهم ومحدش بيشوفهم. انا شايف بصراحه ان التصريح يعني بصراحه انا شايف بس من حاجتين، هل هو الواقع ولا لا؟ لا مش واقع طبعا، مش واقع لا طبعا. يعني إيه طبعاً ممكن يعني يكون واقع بس التصريح ما ينفعش يخرج من كابتن حسام حسن، ده رايي طبعا. يعني حضرتك شايف طبعا، انا عايز اسالك انت فيه. حضرتك شايف ان في لعيبه كتير كويسه طبعا، في لعيبه تخش مين؟ طب اديني اسماء يا كابتن. لا انا مش مين الاسماء؟ امير امير انا مش هعمل لك حصر الاسماء. يعني انا مش هقدر اقول لك الاسماء اللي في حد معلم معاك هتقولي. لا في كتير، في اسماء كتير. مش عايز اظلم حد يا امير والله، اسم واحد. لا مش عايز اظلم، لان انا لو قلت حد في الاسماعيلي في يوتشر وفي في الزد وفي في كذا وفي كذا، في لعيبه على الاقل تستحق ان هي تخش المنتخب تتجرب تاخد لها ماتشين وديين. احنا مش في موقف يا عم، مش في موقف نجرب. امال احنا موقف ايه؟ امال احنا مش رايحين كاس عالم. خليني اقول لك على حاجه، ثواني بس نجرب ايه يا عمرو؟ ثواني، انا مش وقت اجرب يا عمرو. يعني انا ثواني يا عمرو، يعني دلوقتي لو طلعت دلوقتي قلت مصر ما فيهاش ولا صحفي مميز، ده معناه ايه؟ معناه ان 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 ان, إن خلاص انت بتقضي على احلام جيل كبير. يعني يا عمرو انت عارف الدوري المصري فيه كام لعيب مصري؟ في 300 لعيب. لما 300 لعيب عندهم احلام انضمام منتخب مصر يقول لك الكابتن حسام النهارده قفل باب في وشهم مش هينضم منتخب مصر. تاني حاجه دي اول مره يا باشا، هم يبذلوا مجهود ويلعبوا يا سيدي يحتفظ بيه لنفسه. يا سيدي يحتفظ بيه لنفسه، ما هو ممكن يحتفظ بيه لنفسه بس ممكن يكون ده اصلا واقع. يا باشا انا ضد ان الكابتن حسام يقول كده. يا امير يحتفظ بيه لنفسه ما يقولوش، يعني سيدي الامر واقع ما يقولوش. ايوه يعني انا الوقت شايف الدنيا سودة اطلع اقول الدنيا سودة؟ لا ما خلاص الدنيا سودة. معلش انا احتفظ بالراي ده لنفسي واطلع اتعامل مع الواقع ده بشكل مختلف. اصل كابتن حسام لو ما ضمش حد الدنيا مش هتقوم. يعني لو ما ضمش عنصر جديد المنتخب مش الدنيا مش هتقوم في صح مصر. صح يعني صح، لان هو افضل عناصر موجوده بالفعل طبعا. فانا لو انا جيت المعسكر الجاي منتخب مصر اخترت نفس القائمه اللي كانت موجوده في الدوره الوديه مفيش حد يتكلم. لكن انا اطلع اقول مفيش ولا لاعب في الدوري المصري يصلح؟ لا طبعا تصريح. طب يعني خليني اقول لك حاجه كمان، حاجه ثانيه كمان. اتفضل. انت حضرتك التصريحات النهارده اتحرفت. في تصريحات كتير جدا اتحرفت. ليه الاجتماع كان ودي؟ ليه مؤتمر صحفي لمدرب منتخب مصر ما يزعش له مباشره؟ هو كان في اطار جلسه وديه يا سيدي. ايوه جلسه وديه بس طلع كل حاجه فيها. طيب يعني دي جلسه وديه، انا شايف ان دي افضل من كل المؤتمرات اللي ظهر فيها كابتن حسام حسن. لا يعني جلسه النهارده عايز اقول ان متفق مع علاء في الجزئيه دي ان انت جلسه وديه واتذاعت ومصر كلها النهارده بتتكلم، فكان يبقى مؤتمر صحفي احسن. اهو كده. طب انا الاولى ايه؟ ان انا اطلع اتكلم مع الناس اقول عشان مفيش حاجه تتحرف بس. لكن انا اديت فرصه للسوشيال ميديا انها تحرف وتغير وتقول براحتها. يعني شفت انا تصريحه انضمام محمد الشناوي اتاخد، يعني ان محمد الشناوي هينضم لمنتخب مصر رغم انه ما بيشاركش فتره طويله جدا. الخبر فيه كتير جدا جدا من المواقع والسوشيال ميديا ازاي يضم حارس انت مرمى. رايك ايه؟ ايه طبعا يضم، طبعا يضم يعني حتى لو ما بيشاركش الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه ولسه هو دلوقتي في مرحله ايه؟ اوكي موجود مع النادي الاهلي. ممكن نشوف ماتش الترجي. ما انا هسالك السؤال ده. ممكن نشوف ماتش الترجي. ممكن جدا وارد. يعني ما زال الكابتن حسام متابع ان الشناوي رجع اتمرن وعارف ان الشناوي حارس كبير وحارس مش محتاج وقت، وبعد كده هو خد كمان وقت كويس قوي في الاصابه. يعني مش مثلا ما استعجلش على عودته. فبالتالي النهارده الخبر بتاع الشناوي ده النهارده لقيت هجوم على ازاي الشناوي مصاب يجي يوم الضم. انت رايك يا استاذ محمد الشناوي؟ طبعا حارس كبير. طبعا محمد الشناوي يضيف لمنتخب مصر. انا شايف ان الشناوي لازم يبقى موجود في معسكر المنتخب. شايفه ان هو لازم يبقى موجود. طيب ده كلام لانه مختلف. الشناوي يعني في ظل حراس المرمى الموجودين حاليا في الدوري انا شايف الشناوي احسن من اي حد في التوقيت ده. في المرحله دي لان المرحله دي في اصابات كتير وفي ناس بره الصوره وفي تراجع على المستوى وفي ناس مستواها ما حتى قبل ما يكون في اصابات ما هو الشناوي الحارس الاول بالظبط على اساس انه راجع من اصابه طبعا. ماشي انا بتكلم على انه هو راجع من اصابه. اوكي لا الشناوي لابد انه يكون موجود. حارس كبير وعنده خبراته العاليه وهو في التوقيت ده يجب ان يكون موجود. انا كمان عايز اقول لك حاجه. الشناوي يجب ان يحرس مرمى النادي الاهلي في نهائي افريقيا. انا وجهه نهائي الترجي ماتش الترجي في الماتشين حتى لو هو لسه راجع من اصابه، حتى لو مصطفى شوبير بيقدم المستويات دي. ده كلام علاء اصلي مش كلام انا. لا انا عايز كلامك انت. ما انا بقول لك ده كلام علاء. لا قول كلامك انت. انا عايز اسمع كلامك انت. انا هقوله انا حاجه الاستاذ علاء. كلام انا هقوله انا ده كلام علاء.
ماشي. هو بيطلع في كل حته يقول لك الحارس الاول لازم هو اللي يرجع يلعب. دلوقتي قلب الايه بقى. مين انا ليه اتكلمت؟ هنا لسه قلت رايي الراجل. انت قلت رايك يا سيدي. انا قلت امتى؟ قلت رايي هو لسه ما اتكلمش في الموضوع ده. ماشي. انت شايف ايه بقى؟ رايي انا الشخصي بقى، مش راي علاء عشان ما اعلقش على راي حد. رايي الشخصي ان الشناوي لازم يرجع. الشناوي حارس كبير طبعا. لكن رايي الشخصي برضو بطوله افريقيا اللي يشيلها شوبير يكمل. يكمل تمام. ليه؟ انا ده الراي اللي من فتره طويله بقوله. الحارس المرمى رقم واحد. اذا دخل رقم اتنين ولعب وتالق، لا ما طلقهوش، حقه. لان فرصة عمر الحارس رقم اتنين ان تجيله فرصة. امال امتى يلعب؟ هيلعب في الفصول. يعني معنى كده انت قصدك ان هو يلعب نهائي افريقيا ويكمل بعد نهائي افريقيا كمان طالما هو ماشي بشكل كويس مصطفى؟ طبعا ما يخرجش لحد ما يخرجش الله يقدر يتصاب ولا حاجة. الا رجعت الفرصة تاني للشناوي. ده انا وجهة نظر اللي مقتنع بها دايما. انت رايك يا صاحبي؟ انا مع مشاركة مصطفى شوبير دايما الى ان يصاب او مستوى ينخفض او اي حاجة تحصل، ساعتها يبقى الشناوي يرجع تاني. ده انا وجهه نظري. استاذ علاء تتفق معاك؟ انا بتفق ومؤمن بوجهه النظر العالميه اللي هي الحارس الاول هو حارس الاول. طالما الحارس الاول جاهز للدفاع عن مرماه ودفاع عن عرينه لازم يكون موجود. لازم يكون موجود مهما كان تالق الحارس الثاني، حتى لو الفتره قليله قبل ماتش نهائي افريقيا. بص، ده في تدريبات، في جهاز طبي، في جهاز فني، وهو اللي قدر كده. انا مش بتكلم على حاله الشناوي ومصطفى شوبير. بتكلم على جاهزيه. انا بتكلم على الحاله دي. لا انا بتكلم على الحاله العامه. طب احنا بنتكلم دلوقتي في الخاصه. ماشي. انا عايز اعرف، هو دلوقتي عندك الشناوي جاهز 100%؟ مظبوط. تلعب بمين؟ انا في ماتشين ترجي لو انا علاء عزت. ايوه العب بالشناوي. بالشناوي حتى لو مصطفى مقدم المستويات دي كلها؟ طبعا. لو الحارس الاول عندي، حتى لو مصطفى ما استقبلش ولا جون على مدار 7 ماتشات في افريقيا. بص، مصطفى شوبير بجد اعظم حاجه حصلت، يعني رب ضرر فاعل تتقال فعلا على دي. يعني اصابه الشناوي دي خلي يعني طمنت او ولدت حارس عملاق لمصر، مش للنادي الاهلي بس، مصطفى شوبير. لكن انا، لان انا مؤمن بالحارس الاول، انا لو انا مدير فني والشناوي 100% سليم وفي التدريبات شفت واستعد لياقته البدنيه والفنيه بشكل كبير جدا، العب محمد الشناوي. مش ظلم لمصطفى؟ لا مش ظلم لمصطفى، دي فلسفه عالميه وانا مؤمن بيها جدا. هو مين الحارس الثاني منتخب مصر دلوقتي في المرحلة دي؟ المرحلة دي؟ لو احنا بنتكلم عن الشناوي هو الحارس الأول، مين الحارس الثاني؟ المفروض بحسب الفترة الأخيرة دي يبقى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير الحارس الثاني؟ طبعًا. هو الثالث؟ عواد. عواد، أستاذ عمرو. لا طبعًا مختلف معاك. الشناوي إذا لعب مباراة قبل التصفيات يبقى الحارس الأول طبعًا. ما فيش مشكلة. لكن لو ما لعبش؟ بس لازم يلعب مع الأهلي. لكن ما يلعبش ويبقى مش جاهز، ما هو لياقة المباراة غير لياقة التدريب. أكيد يعني أكيد. فهو لو عنده دخل فورمة مباريات الشناوي، خلاص الشناوي يلعب. خلي بالك انت بتتكلم على واحد برضه زي الشناوي بقيمته وبخبراته. انا بقول لك ماشي يلعب، حتى لو بس يلعب ماتش، يعني يشارك علشان يبقى ياخد حساسية الماتشات. حساسية يعني الماتشات. فأول ما ياخد طبعا الشناوي رقم واحد. لا خلاف على الشناوي رقم واحد في التوقيت ده. كروش لما كان موجود يا أمير، الشناوي كان إصابة. وكان وقتها أبو جبل وجنش في أفضل حالاتهم. أول ما رجع من الإصابة مين اللي وقف؟ الشناوي. بدون مباراة ودية. يعني رجع من إصابة على كأس أمم، كأس أمم مباشرة، وكان حارس مرمى منتخب. ما كانش لاعب ملاعب؟ لا أو يمكن مباراة أو بتاع، لكن لاعب مباراة ممكن يكون لاعب حاجة، لكن وقتها كان. بس ده ظلم. أبو جبل ده ظلم. أبو جبل، لا بص أنا بقول لك، أنا مؤمن بالمدرسة العالمية. دي مدرسة أنا شايفها مطبقة في العالم. هو لازم المدرسة العالمية هي اللي تكون صح؟ أنا أعرف والله. هي دي السيد. ده النظام السيد والنظام اللي الكل بيؤمن بيه. لو على كلامك ده الحارس الثاني ده عمره ما هيطلع. لا بيطلع. لا بيطلع بيطلع بيطلع. لا لا بيطلع في ظروف. على كلامك يا استاذ علاء برضه، هو الحارس الثاني ما يطلع يبقى هيلعب قد ايه امتى؟ انا اعرف. لا في مثلا، يعني مثلا مانويل جوزيه كان بيدي كاس مصر كلها للحارس الثاني. بس كولر مش متابع السياسه دي خالص. ليه؟ من كاس مصر على طول بيلعبوا الشناوي. لا يعني انا بقول لك، يعني يمكن بس ظروف ضغط المباريات وبتاع، لكن ممكن فعلا دلوقتي مثلا ممكن كولر يبتدي يفكر في ان بعد كاس مصر مستوى مصطفى. يدي كاس مصر كلها مثلا لمصطفى شوبير. تمام. يدي مثلا دوره كامله مثلا، يعني مثلا زي البطوله اللي عملناها اللي هي بتاعت دوره السوبر دي، اللي كانت 4 مباريات دي، اللي كانت 4 فرق ومباراتين.
خد مصطفى شوبير مش عارف ايه بتاع. ففي عنده دلوقتي هو على الاقل دلوقتي راجل مبسوط ومطمن جدا جدا. اكيد يعني. اكيد على الاهلي مش محتاج تدعيم في مركز حراسه المرمى. عمره ما كان محتاج حتى في الوقت يعني في الوقت اللي كان فيه الناس كلها بتتكلم على ان الشناوي احمد الشناوي جاي والوقت كان بيقولوا فيه محمد صبحي جاي والوقت ده كنت انا بخرج وعمرو كان بيبقى موجود معايا كنت بقول لهم الاهلي مش هيتعاقد مع حارس مرمى الاهلي الحارس الاول احمد الشناوي محمد الشناوي والحارس الثاني مصطفى شوبير وده اللي حصل. مصطفى شوبير هو الحارس الثاني منتخب مصر؟ لا امال مين؟ عواد. بدليل ايه من وجهه نظرك؟ او بقى يعني ايه اللي مش دليل خبراته مصطفى إيه؟ شوبير حارس كويس وواعد وهجاي وهيبقى وان شاء الله ليه مستقبل لكن مؤكد ان الخبرات قعد عواد هو رقم اتنين بعد طبعا عواد حارس جيد خبراته لكن خلي بالك المعسكر الاخير في منتخب مصر لما اتصاب الشناوي ساعتها ولا الشناوي وكان اللي بيسخن ابو جبل او ابو جبل لعب الماتش الثاني بالظبط فبعد كده لما كان هيخرج ابو جبل كان اللي بيسخن المهدي سليمان حارس الاتحاد مظبوط مش محمد عواد. اذا في ترتيب الكابتن حسام حسن عواد مش حارس تاني تبقى لاخر معسكر. امير انا افتكرت قصه كل معسكر ليه ظروفه. نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر والنادي الاهلي طبعا راح احترف هو افضل حارس مرمى في افريقيا كان افضل حارس مرمى في افريقيا راح احترف في بروجي بلجيكي المدرب يوم راح له قال له انت افضل حارس مرمى في افريقيا قال له قال له وانا جايبك عشان حارس الاساسي عندي اصيب قال له تمام قال له بمجرد ما هيرجع هيلعب فقال لك عملت بطوله غير عاديه واللي خلاص الفريق فاز بالدوري او كان بينافس على الدوري وعمل قال لك اول مباراه الحارس كان الاساسي رجع فيها شارك مكانه على طول وقعدت على دكه لحد بقى نهايه الموسم شوف دي يعني سياسه في اوروبا ده دي سياسه في اوروبا واحنا كل مدربين اوروبيين وهم جايين بالسياسه دي كروش طبق السياسه دي طب ايوه كولر ما طبقهاش ليه ما كولر مطبقها. كولر ده مش اجنبي ولا طبقها على طول اهي مطبقها على طول اهي ما هو رجع شناوي وركنه فين خلي بالك شناوي جاله اصابه في السمانه لا ده كلامك وكلام معناه لكن ده مش حقيقه معلومه دي حاجه على فكره بس يا استاذ علاء يعني انت شايف ان الشناوي بيتمرد في النادي الاهلي لا مش بيتمرد امال ايه الشناوي ما بيلعبش فهو رافض يقعد احتياطي عايز يلعب زي نظريه علاء طب لو ماشي على نظريه علاء طب استنى لو وقعت في النهائي يعني يقعد ايه؟ احتياطي يقعد في النهاية احتياطي؟ اه مضغوط عليه مضغوط عليه ازاي؟ هيبقى مضغوط عليه ان يلعب احتياطي الشناوي يرفض وكلامك انت ان هو يلعب لو 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 جه المدير الفني قعد معاه وقال له كل التأكيدات الجهاز الطبي بتقول انك انت لسه ما وصلتش لكامل فورمتك الفنية والبدنية هيقول له ايه؟ لا لو ما وصلش الكامل فورمته ما يقعدش حتى احتياطي طب انت عارف ان هو قبل مباراه البلديه لو هو ما وصلش مش هيقعد احتياطي اصلا قبل مباراه البلديه كان الشناوي هو المرشح الاول لحراس مرمى الاهلي في مباراه البلديه هو ما وقفش طب ايه اللي حصل؟ الدكتور قال له لا لسه في حاجات ناقصه بسيطه جدا فيه الناحيه الطبيه ولا الجاهزيه البدنيه؟ الجاهزيه البدنيه قال له في حاجات بسيطه جدا فيه فقال له خلاص ماشي اوكي قبل يعني الفرقه كانت مسافره ماتش البلديه والشناوي كان هو حارس مرمى النادي الاهلي ده ازاي يعني الكلام ده اذا كان خارج القايمه يا عم هو كان خارج القايمه بقول لك لحد 48 ساعه يعني ايه على المباراه اسمعني هو خارج القايمه بقرار طبي بقى بس طب ماشي حلو قوي وهو لسه ما جهزش وعايز تحطه احتياطي في الماتش الجاي ازاي عكس الكلام يعني ايه يعني انت بتقول الماتش الجاي هيقعد احتياطي الراجل بيفكر يلعبه ماتش البلديه يعني معنى ذلك ان الراجل يبقى هيلعبه الماتش الجاي معناها كده يعني معنى ذلك ان على كلامك انا بقول لك لو الراجل شاف يبقى السؤال واضح هو الشناوي لو قعد دكه الماتش الجاي يبقى جاهز ولا مش جاهز؟ يبقى جاهز ايوه يبقى جاهز بس مش بنسبه مثلا ايه مثلا 100% يبقى ازاي هيقعد دكه؟ نعرف. لا عادي ازاي يعني؟ واحد عنده لازم عنده يكون جاهز 100% على اللي هيقعد دكه يعني مش هيروح يلعب مثلا الراجل مش هيحطه دكه مثلا وهو عنده مشكله مثلا في لا الشناوي بيتمرن بشكل كويس جدا ايوه خلاص يبقى جاهز ممكن تكون اللياقه الذهنيه لا انا شايف ان الشناوي يعني انا بقول لك يعني مش انا مستبعد ان هو يكون الحارس الاول بس لو انا مدير فني انت ليه عايز تستبعد ان الشناوي عنده مشكله؟ ما عندوش مشكله ليه ازاي يعني؟ إيه كل مشكلة؟ الناس عارفه ان عنده مشكله والله هي مشكله يا استاذ ان هو مش عايز يقعد احتياطي وعايز يلعب وان هم مش عايزين يدوا له دلوقتي عايزين يدوا لشوبير لنهايه طب اذا كان المدير الفني نفسه اذا كان المدير الفني نفسه مؤمن بنظريه الحارس الاول فين ما هو مش مؤمن اهو لو مؤمن كان لعبه
انت عشان جايلي في اختبار اول مره. انا بسالك سؤال، لو مؤمن كان لاعبه انا بسالك اول مره موقف تحصل في النادي الاهلي فهو عايز ايه؟ لا حتى مش عارف اركز الذاكره، اول مره يحصل في الاهلي. أيوة. فناس كتير بتتساءل بالظبط ازاي بيتم التعامل. انا بسالك، انا بقول بناء على كلامك على فكره، انت بتقول انه جاهز يبقى يلعب على كلامك. المدرب اوروبي ومش مصري طبعا. فبالتالي مؤمن بالنظريه الاوروبيه يبقى هيلعبه. والله لسه في لسه في تدريبات ولسه هيروح هناك. معلوماتك يا استاذ علاء يلعب الشناوي؟ والله لحد دلوقتي 50-50 50-50 مش محسوم للمصطفى؟ لا لا مش محسوم للمصطفى. 50-50 لا طبعا. واخر 100% هيلعب مصطفى، 100% هيلعب مصطفى شوير. مفيش شناوي غيات النهائي. دي معلومه؟ ماتشين النهائي هيلعبهم شوير. ده دي معلومه ولا منطق بيقول كده؟ لا ما هو معلومه. لا هو بيتكلم بالمنطق مش معلومه. معلومه مش منطق، معلومه ان شوبير هو اللي بدا البطوله. لا مش فبالتالي شرط. هو يكمل. لا لا مش شرط خالص خالص. يجني اللي عمله. لا لا راجل راجل عمل مشوار رائع. لا لا يجني المشوار الرائع لا بتاعه. عمرو عمرو احنا بنتكلم في مركز واحد بس بيلعبه واحد بس، مش بنتكلم على خط دفاع نجيب واحد عشان عامل بطوله كويسه نكمل بيه. لا انا بقول لك دي فلسفه، هي الفكره بس الفلسفه فين؟ ما عملهاش يا سيدي عمرو يا عيشة. انا خلاص مقتنع بفلسفتك، اعملها خلاص لما نشوف الماتش الترجي رايح جاي ونتكلم. هنبقى نتكلم في التوقيت ده، وخصوص هو الاهم الاهلي ان شاء الله يكسب بس هنتابع هنشوف مين اللي هيكون حارس المرمى. طبقا المعلومات اللي عندنا احنا ان مصطفى شوبير هو حارس مرمى الاهلي في الماتشين، وان ممكن جدا بنسبه كبيره محمد الشناوي يكون موجود على الدكه. اشوف دي هتبقى حاجه ايجابيه جدا صالح الفرقه كقائد زي الشناوي يكون موجود وبيأزر اللاعبين. هو كده كده المفروض مسافر مع البعثه، وهنتظر طبعا اعلان القائمه. هروح بس الفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل مع ضيوف. استنوا استاذ عمرو، بالعوده لتصريحات الكابتن حسام حسن المنتشره، ويمكن الكلام كان على ان المواهب قليله ما فيش لعيبه تنضم، يمكن احنا في الفاصل استاذ علاء قال اكتر من اسم، لكن بالتحديد هل بتشوف ان افضل موهبتين في الكره المصريه دلوقتي هما زيزو وامام عاشور، ولا في مواهب اخرى من وجهه نظرك؟ لا طبعا زيزو وامام عاشور موهبتين، طبعا موهبتين محترمين. مين الافضل فيهم؟ ليه مين افضل؟ ليه سؤال مين افضل؟ ما يعني في ناس بتتكلم في حاجه زي كده، مين بيقول اللاعب الاهم اللي بيفيد فرقته اكتر؟ صاحب الموهبه الاكبر ده لاعب كويس جدا في مكانه، وده لاعب كويس جدا في مكانه، بس حل. مكانهم مختلفين عن بعض. ده مؤثر جدا في فرقته، والتاني بدا يبقى مؤثر في فرقته، فيعني الاثنين لاعيبه كويسين. مين صاحب الموهبه الاعلى في رايك؟ زيزو طبعا، يعني مش محتاجه زيزو أحسن. زيزو افضل لاعب في الدوري المصري، خلينا نبقى متفقين، زيزو افضل لاعب في الدوري المصري. زيزو افضل لاعب في الدوري المصري. طبعا. وزيزو مستواه ثابت بقاله 3 أو 4 سنين. طبعا. فدي برضه مخلياه مدياله ميزه. اوكي. لكن ممكن امام ممكن في الفتره الجايه يبقى كويس، يعني مع الوقت ومع الاستمراريه طبعا. امام موهبه كويسه ولاعب كويس، محدش يقدر يختلف في دي. لكن مقارنه بزيزو لا، زيزو رقم واحد. ما امام صاحب مستوى ثابت، لو تيجي تقيس فترته مع الزمالك قبل ما يطلع على الدنمارك ولما رجع مع الاهلي مستوى ثابت، اعتبر 3 سنين. لا كان مستوى متذبذب شويه، متذبذب يعني ممكن. احيانا كان بيبقى كويس قوي واحيانا بيبقى عادي كويس. لكن هو لعيب كويس وخامه كويسه وموهبه كويسه. زعلت لما مشي من الزمالك؟ طبعا مؤكد لعيب كبير ولعيب يضيف لاي مكان، وانا شايف انه اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. تمام. استاذ علاء، زيزو ولا امام عاشور صاحب التاثير الاكبر مع فرقته من وجهه نظرك؟ لو هنتكلم كمساهمات، هنتكلم كموهبه، كامكانيات. لو هنتكلم كارقام يبقى امام عاشور. انا زيزو كارقام زيزو ابصم بالعشره ان هو كان افضل لاعب في الدوري المصري السنه اللي فاتت، لكن السنه دي امام عاشور هو نجم الشباك الاول في الدوري المصري. بالارقام؟ بالارقام طبعا، والاحصائيات والاهداف والاسيستات. انا شايف ان مستوى زيزو تراجع. لان الارقام طبعا انت بتساند. لا طبعا، لا لا ارقام الارقام بتساند زيزو. بص يا عمرو الله يخليك والنبي، هو يعني بيتكلم من ناحيه اسيستات اهداف. يعني عمرو الارقام عنده لو يا راجل ده لسه امبارح عامل اسيست بهدف. يا عم ثواني بس، يعني عمرو لو جبت له الارقام واهداف ده واهداف ده وبتاع يقول لك ما بعترفش بالارقام، ما بعترف بالملعب. لو جبت له الملعب يقول لك لا انا بعترف بالارقام. ده فعلا هو كده بقى الارقام. حالته النفسيه تعبانه فبيقول اي حاجه. زيزو هو دلوقتي يعني افضل لاعب، افضل لاعب الموسم اللي فات، لكن السنه دي لا، انا شايف النجم الشباك الاول امام عاشور. مين اللاعب اللي فيهم ممكن يكون اساسي مع منتخب مصر خلال الفتره الجايه؟ امام عاشور. زيزو لا؟ لا مركز زيزو صعب في منتخب مصر في وجود محمد صلاح. مش هنكذب على نفسنا يعني. زيزو لعيب مهم جدا جدا جدا، ويا بخت
اي منتخب يكون طب فيه. طب ما نستغله في مركز تاني غير مركز. والله ممكن لو الكابتن حسام حسن عايز يوظفه بشكل. لكن انا شايف ان الجبهه الهجوميه بتاعت منتخب مصر شايف ان العناصر فيها لان هي دي اكتر كتله فيها عدد محترفين. بتتكلم في مرموش، بتتكلم في تريزيجيه، بتتكلم في محمد صلاح، بتتكلم في مصطفى محمد. يعني يعني اكتر جبهه فيها عدد محترفين. يعني احنا كابتن حسام حسن بيقول عندنا 8 محترفين، منهم 5 في خط ال في الجزء الهجومي. فبالتالي فرصه زيزو صعبه مع شايف ان زيزو صعب يلعب حتى لو مش مركزه الاساسي اللي هو مركز صلاح ولا؟ لا بص، زيزو لعيب محوري ولعيب طبعا كويس. طبعا طبعا زيزو بيلعب يمين زي ما بيلعب شمال، زي ما شفناه في الزمالك. زيزو بيلعب في نص الملعب، بيلعب بيأدي 8 بيلعب 8، بتحطه 9.5 بيلعب 9.5. يعني اقصد يقدر يدي في اكتر من مكان زيزو. حسب توظيف طبعا الجهاز الفني وحسب اولوياته. كل مدير فني من حقه يحط تشكيله اللي هو شايفه ده الافضل ليه. لكن زيزو لا خلاف عليه، لا خلاف. أنا شايف انه لا خلاف عليه. لكن ليه مكان ثابت في منتخب مصر؟ ما انا بقول لك انت اعاده التوظيف. لا انا بقول لك دلوقتي بالحسابات، محدش في مصر ولا في افريقيا يلعب على محمد صلاح. محمد صلاح ده افضل لاعب في تاريخ مصر طبعا. منذ حسين حجازي الى الان. مظبوط، محمد صلاح. فمحمد صلاح محدش يلعب عليه، يعني مع كامل الاحترام لكل لاعيبه مصر محدش هيلعب على محمد صلاح. لكن انت عايز تستغل امكانيات زيزو في مركز بس تاني. ايه المركز اللي يلعب فيه زيزو؟ ما انا بقول لك، قلت لك ممكن يلعب 9.5، ممكن يلعب 8، ممكن اوظفه شمال، ممكن اوظفه يلعب على حساب مرموش لو كان موجود، على حساب تريزيجيه، يلعب على حساب اي حد. زيزو صلاح يلعب على حساب اي حد بعد صلاح. الناحيه الثانيه برضه على حساب مرموش وتريزيجيه يلعب زيزو. لا تريزيجيه اعتقد ان تريزيجيه للمنتخب. تريزيجيه ايه ده؟ مرموش رقم واحد اصلا. لا في الترتيب مرموش واحد، تريزيجيه اثنين. تريزيجيه انا شايف ان تريزيجيه في منتخب مصر، هو كابتن حسام حسن بالنسبه له تريزيجيه حاجه مهمه. يعني انا شايف ان تريزيجيه مش مع كابتن حسام حسن بس، لا مع كل المدربين. تريزيجيه في حالته ما يقعدش احتياط حتى. مع احترامي ولا لزيزو، يعني زيزو نجم كبير جدا. طب انا اؤكد لك ان تريزيجيه هيقعد احتياطي لرمضان صبحي، وانا اتحداك. طيب ماشي، هنشوف. تريزيجيه هيقعد احتياطي رمضان صبحي. تريزيجيه لو في مستواه رمضان صبحي لما يرجع لمستواه هو مفيش لاعب مصر. هو رمضان كان موجود فترات كتير وكان تريزيجيه هو الاساسي. رمضان لو موجود في المرحله دي تقصد؟ يعني انا بقول لك في المرحله الجايه دي لو رمضان فت، رمضان اللي هيبقى رمضان في افضل حالاته، في افضل حالاته ما كانش ضمن المنتخب. بس هو ماشي كويس دلوقتي. مكان ابن النادي ونقعد نرقص ونعمل بقى. هو ابن النادي بقى وحش دلوقتي. ايوه، ما هو ابن النادي. بقى تريزيجيه احسن منه. ما هو ابن النادي. هو حد قال لك حاجه؟ ما هو ابن النادي. بقى تريزيجيه احسن منه. لا فجاه وده برضه ابن النادي. الاثنين ولاد النادي على فكره. رمضان صبحي نختلف نتفق طبعا. موهبه كبيره جدا، طبعا لعيب كبير جدا. انا شايف ان لو في مستواه وفي فورمته والله يلعب على تريزيجيه ويلعب على وده صح المنتخب. لا انا برضو باكد لك ان عقليه تريزيجيه في الاحتراف بصراحه تقله بشكل كبير جدا. طبعا لعيب كويس، طبعا يعني محدش يختلف انه لعيب كويس. ليه دور جدا ليه دور مهم جدا. طبعا شايف ان تريزيجيه لعيب كويس. يعني انا شايف ان اي مدير فني في منتخب مصر عنده تريزيجيه في حالته لازم هيكون رقم واحد. بس انا بقول لك رمضان صبحي موهبه اعلى من تريزيجيه. تريزيجيه لعيب كبير ولعيب كويس جدا وملتزم ومحترف بمعنى كلمه محترف دي كلها، ومرموش كذلك. بس رمضان صبحي كموهبه يعلى على الاثنين، وممكن يلعب على الاثنين. ممكن يلعب على الاثنين. طبعا لو هو فت هيلعب على الاثنين. طيب لو هو فورمه هيلعب على الاثنين. هل كابتن حسام حسن هياخد اكتر من لاعب من نادي الزمالك في المعسكر المقبل ده؟ يعني المعسكر اللي فات كان لاعب او اثنين من نادي الزمالك. هل انت كنت موافقه على حاجه زي كده، ولا شايف انه المفروض ياخد لعيبه اكتر بالتحديد المعسكر؟ لا طبعا، يعني الكابتن حسام صحيح الفتره كانت مزنوقه والزمالك ما كانش مستقر وهو طلع اعلى، لكن انا شايف انه برضو دي كلها مش مبرر ان ما ياخدش غير عواد وتقريبا ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي ما خدش غير عواد، وبعدين مصطفى شلبي حتى ملحق. لكن ملحق. الاساس عواد. لا طبعا كانت يعني مرفوض تماما الكلام ده. كان المفروض ياخد اكتر من لاعب، لان في ناس كويسه. اديني اسماء بقى. عمر جابر في مستوى عالي جدا في الباك رايت. انا شايف ان هو اللي يلعب اساسي باك رايت. عمر جابر يلعب اساسي باك رايت على حساب طبعًا. محمد هاني طبعا على حساب عمر كمال طبعا على حساب اكرم توفيق.
اذا كان اذا كان اذا كان في الاهلي ما بيلعبوش لا ما مش معترفين بيه ولا باك رايت عايزه تلعب. انا بقول لك كان موجود كان في موجود اخر بطوله كاس امم كان باك رايت منتخب مصر كان خلاص ده كان انت بتكلمك على الاليم احنا دلوقتي دلوقتي هو ما بيلعب الاهلي مش معترف بيه ماضي واحنا بنعمل افلام يا عمرو واحنا بنتكلم على افلام لا ماضي ولا مش ماضي لا مش ماضي الاهلي نفسه مش معترف بيه باك رايت يا عم على محمد انا العبه ليه 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 العبه ازاي في المنتخب هو نادي مش معترف بيه مش معترف بيه ايه بيلعبه نص ده ظروف انت يعني بيلعبه يعني نص ملعب يا سيدي ماشي عشان غياب ديانج وغياب السوليه وغياب بغض النظر مروان شويه ومروان شويه محمد هاني بيلعب عليه موضوع منتهي ماشي لا انا اللي بقوله ولا انت اللي بتقول دي الحقيقه تمام محمد هاني رقم واحد بالنسبه لكولا ومنتخب مصر انا هاجي في المنتخب العب والله في قناعات مدير فني في مدير فني بياخد لعيب بيلعب في ناديه في مركز بيحطه في مركز تاني هو شايف ان في امكانياته كده ادرى ذلك ان عمر كمال يعني ده ممكن في الانديه يحصل كتير في مراكز غير المركز كان بيلعب كلامك كلامك اه طبعا في الانديه يعني ممكن يعني, يعني عمر كمال اتاخد اتاخد من مركز مع 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 نادي وراح لعب في منتخب مصر في مركز تاني خالص لان المدرب كان عنده اللي كان كروش وقتها كان عنده حق شافه قدراته مع كامل احترام عمر كمال لما كان بيلعب في النادي المصري كان بيلعب احيانا باك رايت وبيلعب جناح كان بيلعب جناح اكتر بس كان بيلعب باك رايت كروش عمل فيه كروش خده لعبه كباك رايت ونجح وكان باك رايت لا ولعب باك ليفت لا ولعب باك ليفت ولعب ماشي الاساس باك رايت قصدي ونجح وقدم مباراة كويسة وهو لعيب كويس يعني لكن في النهاية انت شايف ان عمر دلوقتي في النهاية في المنتخبات مختلف عن الاندية يعني ممكن في الاندية اخد لاعب واغير البوزيشن بتاعه لكن انا في المنتخبات عندي متاح عندي كل الاندية عندي قماش اكبر فاختار اكتر يعني ليه اقعد اجيب واحد هو باك رايت اوديه باك ليفت طب ما انا عندي خمسة ستة في المكان ده وعندي في الاندية فقماشة المنتخب اكبر فما اعتقدش ان يحصل مين افضل باك رايت دلوقتي اللي يلعب اساسي في منتخب مصر من وجهه نظرك محمد هاني محمد هاني طبعا وعمر كمال وعمر كمال اه يعني ده ليه دور وده ليه دور بس يعني لو مقارنه بين الاثنين في المركز محمد هاني مركز باك رايت بالواجبات الدفاعيه يبقى محمد هاني حتى محمد هاني ازاي يعني عمر جابر احسن من الاثنين مع كامل احترام عمر كمال ماشي عمر كمال كويس جدا بس كجناح احسن او ك رايت انا بقول كباك رايت بواجبات دفاعيه محمد هاني طب وتالق عمر كمال في لا عمر الاخير عمر جابر مش يكون اساسي في منتخب كابتن حسام حسن هياخده الله اعلم توقعك ايه؟ الله اعلم يعني في ناس كتير جدا بيتكلموا على ان في خلاف سابق بينهم من بعض ممكن لعبه ما كنتش موجود ومش عارف يعني لو هننتظر الاعلان القايمه يعني لو مش موجوده يبقى من غير خلافات هو مش مقتنع بيه عادي جدا حقي انا كمدير فني مش مقتنع خلاص وجهه نظر خلاص هو مش مقتنع باداء عمر بس في علامات استفهام مش هياخد عمر لا كمان. يعني دايما بيبقى في علامات استفهام لما يجي مدير فني يختار قائمه منتخب ويبقى فيه لعيب لافت النظر او متوهج قوي بتحط علامه استفهام يعني انت دلوقتي بتقول عمر جابر لازم يكون موجود في المنتخب لان كنت شايف انه كويس صح. لو ما اتاخدش هتحط علامه استفهام ولا لا طبعا نفس الامر هيبقى لعمر عمر كمال ابو واحد لو ما اتاخدش في المنتخب هتحط علامه استفهام ليه ده اللي هو واحد من افضل يعني افضل فتراته مع النادي الاهلي لاعب واخد جاب معدل اهداف كويس جدا جاب اهداف كويسه جدا واخد رجل مباراه ثلاث مباريات متتاليه وبتاع معناه ان هو لعيب كويس جدا فبالتالي لو ما اتاخدش يبقى علامه استفهام كبير طبعا بكل تاكيد مصطفى شوبير ولا عواد اللي يكون ليه اولويه في حاله عدم جاهزيه الشناوي مثلا في معسكر الموجود لمنتخب مصر شو رايك؟ الشناوي شوبير طبعا 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 الاثنين واصلين نهائي افريقيا طبعا لا لا بس شوف ده انت بتتكلم على ان واحد عمل رقم تاريخي في تاريخ سبعة لا ده مش عملها مع النادي الاهلي ده عملها على دوري ابطال افريقيا كلها سبع كلين شيت وبعد كده الولد ما شاء الله عليه يعني كل مباراه ليه بصمه كل مباراه ليه بصمه يعني تقريبا ما فيش مباراه ما كانش فيها بصمه ده في بطوله افريقيا الضعيفه لكن تعالى لبطوله الدوري اكمل لك بس بطوله افريقيا ضعيفه كمل طيب يعني يلعب مازيمبي اللي هو بيكسب كل الانديه على ارضها 3-0 ده البلديه اقوى من مازيمبي ماتش البلديه اصعب من ماتش مازيمبي عند الاهلي يا راجل مازيمبي كسبان بطل الدوري بتاعك ثانيه واحده يا سيدي ثواني بس مازيمبي ده اللي انت بتقول عليه اضعف من البلديه كسبان متصدر الدوري بتاعك 3-0 مين متصدر الدوري بيراميدز ايوه من شهر عادي على فكره يعني ايه عادي لو ما كنتش يعني متصدر الدوري بتاعك لكن بشكل عام ايه
يعني انت بتصدر الدور بتاعك فين بشكل عام؟ يا عمرو مازيمبي ده فين وبشكل عام؟ نص نهائي افريقيا مش موجود، نص نهائي افريقيا مش موجود يا مش جماعه، مش موجود ايه بس؟ مستواه اصلا في المباراتين لا يؤهله حتى يوصل لتلت نهائي، ما فيش خالص، ما فيش. يعني انت عمرو انت بتقول ان مازيمبي البلديه يكسب مازيمبي وهو طب انا كنت بقول حاجه انت توهتني فيها، لا عشان انت بتقول حاجه يا عمرو بتاعت مصطفى شوبير وعواد. اه مصطفى شوبير هو بيقول لك ان مصطفى شوبير ما تعرفش اختبارات خالص يعني. لا بقول لك مصطفى شوبير اذا كانت ارقامه في افريقيا عاليه وده رقميا ارقامه عاليه، لكن ارقامه في الدوري عاديه، ارقامه مش 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 زي ارقامه في افريقيا. فانت بتفسر كده ان الدوري اقوى من افريقيا؟ اه طبعا الدوري اقوى من افريقيا، الدوري العام المصري اه طبعا اقوى من افريقيا، بلديه المحله اقوى من كل الفرق اللي قابلها النادي الاهلي حتى الان. ازاي بس انا بقول لك افريقيا لا كونفدراليه عشان بس الناس عشان الناس ما تقولش افريقيا الاهلي وانا بتكلم ضد الاهلي، لا الكونفدرالية ضعيفة جدا وكل الفرق تقريبا ضعيفة اللي قابلها الاهلي والزمالك، الدوري الابطال نفس القصة، حتى الان الاهلي ممكن يقابل الترجي وصن داونز اللي طلع، ادي فرقتين في دوري ابطال افريقيا اللي هم تقول عليهم فرق كاملة متكاملة، الوداد راح، الرجاء ضايع، هو الوداد اللي كان في عزه السنه اللي فاتت الاهلي قابله في النهائي وكسبه. ماشي يبقى انا بقول لك ايوه كان في افضل فتره بتقابل فرقه اقصد او فرقتين يعني، لكن لما انت طول مشوارك ايه لما تقابل الترجي في نص النهائي في الدوري رايح جاي ثانيه واحده وتقابل الوداد في النهائي انت بتلعب ماتشات الدوري على مستوى ربع النهائي. ايوه والرجاء في ربع النهائي. تسمعني انتوا عايزين يعني انتوا ليه؟ لا يا عمرو لا بس فكره انت ماتشات الدوري المصري اصعب، بتقابل منافسين اصعب وبتتعب فيها اكتر وبتعمل ما فيها مجهود اكتر بالرغم انها فرق عاديه، يعني انت تعبت قدام البلديه ما تعبتش واحد من عشره قدام مازيمبي. ارجع ارجع شوف ماتش امير ارجع ارجع شوف كم الثلاثيات اللي حققها الاهلي مثلا. انتوا ليه مش عايزين تعترفوا ان افريقيا بقت رجع اضعف بكتير من الثمانينات؟ رجع شريط الحلقه كده لاول سؤال سيد عمرو. لما انت بتقول له ما فيش لعيبه في المنتخب قال لك الدوري المصري ضعيف، اول ما سالته اول سؤال فبيقول له ليه كابتن حسام ما بياخدش لعيبه؟ قال لك الدوري المصري ضعيف هيطلع من اللعبه منين؟ انت فعلا اتفقت مع كابتن حسام في حاجه يعني انت بتقول الدوري المصري ضعيف، دلوقتي بتقول ان الدوري المصري اقوى من دوري ابطال افريقيا. ضعيف اقوى من افريقيا لان افريقيا ازاي يا عمرو انت ما هو انت ده يعني؟ اهل ماتشات شايفينها، هات لي ماتش إيه؟ قول لي ماتش فكرني كده في مشوار الاهلي ماتش كان قوي، قول لي كده فكرني. مازيمبي في مازيمبي ماتش قوي جدا وطلعت النتيجه كام؟ 0-0 قوي جدا 0-0 يعني انا لو فرقه قويه جدا عندك دفاع يا راجل حرام عليك. ايوه طبعا هو انت يعني انا لو فرقه قويه تعادل في ارضي لما الزمالك يتعادل مع دريمز انا عارف الزمالك على فكره على فكره على فكره الزمالك فريق مش كويس يعني الزمالك مش فريق قوي طبعا طبعا مع كامل الاحترام يعني من ناحيه كتير جدا نقصه كتير جدا نادي الزمالك عنده ممكن يكون صف لكن ما عندوش صف تاني خالص خالص اللاعب الاحتياطي في الزمالك مع كامل الاحترام ما يساويش اللاعب الاساسي، لما بيخرجوا لاعب من الاساسيين الفرقه بتبقى ضعيفه مش قادره. حقيقه احنا بنتكلم في حقيقه يعني انت بتشوف ان قائمه نادي الزمالك من اضعف القوائم اللي موجوده في الدوري؟ انا قلت كده؟ ما انا بسالك انت بتقول ان الزمالك اضعف ازاي في الدوري؟ لا هو بيقول لك ان كفرقه مش قويه أيوة بس مش اضعف فرق الدوري. لا مش اضعف فرق الدوري فهمني هو بيتكلم بيقول لك ان الدوري اقوى من افريقيا صح والزمالك واصل لنهائي الكونفدراليه وبيقول لك ان قائمه الزمالك ناقصها كتير جدا فهل تقييمك ان قائمه الزمالك ضعيفه احنا بنتكلم على الدوري اللي هو اقوى من افريقيا الزمالك واصل لايه نهائي الكونفدراليه و13 في الدوري دي ماتشات مؤجله ماشي حتى ولو حتى يعني اقصد هيبقى الخامس مثلا لا اعتبره كسب كل ماتشاته المؤجله هيطلع رابع ولا ثالث يعني اذا الدوري ماتشاته اصعب في ماتشات اصعب في الدوري في فرق اقوى في الدوري المنافسه في افريقيا يا جماعه ضعيفه احنا ما بنقولش ده بنقلل من الاهلي ولا من الزمالك الاهلي والزمالك من حقهم يكسبوا افريقيا ويقعدوا عليها فترات طويله لان هم الافضل وهم الاقوى وهم اللي عندهم لعيبه اغلى وهم كل الكلام ده في مصلحتهم خليني اروح معاك لملف لكن يعني تعالى افريقيا الفرق الافريقيه فين النهارده؟ هي دي الفرق اللي في الثمانينات اللي كان بيلعب فيها كل اللعيبه المحترفين اللي دلوقتي في انديه العالم؟ لا بس في لعيبه مميزه جدا فين بقى؟ يعني مازيمبي اللي انت بتتريق عليه ده كان تاني العالم الرجاء المغربي اللي انت بتقول عليه ضعيف تاني العالم انت سنه كام؟ كان تقريبا 2010 او 2011 طيب احنا بنتكلم يعني كان كنادي يعني اصل النادي اللي يوصل تاني العالم ما لناش دعوه بالتاريخ احنا بنتكلم على مستوى النهارده احنا بنتكلم على مستوى البطوله حاليا ما بتكلمش على التاريخ البيضاوي من 3 سنين كان تاني العالم
احنا ما اتكلمش على تاريخه، احنا بنتكلم على هو ايه المستوى ايه النهارده، الحاله الحاليه يعني. النهارده ايه، مش بتكلم على تاريخه، لا تاريخه ده موضوع تاني طبعا، تاريخ كبير انديه كتيره فيها عندها تاريخ كبير، لكن احنا بنتكلم على المستوى الحالي. طب وليه ما نقولش ان الاهلي هو الاقوى في دوري ابطال افريقيا عشان كده بيكسب؟ طب ما الاهلي الاقوى. ايوه انا متفق معاك ان الاهلي، ما انا بقول لك الاهلي الاقوى طبعا. الزمالك مثلا وصل نهائي الكونفدراليه، ممكن البطوله مستواها مش اعلى حاجه، بس الزمالك قدر ان هو يوصل نهائي. يعني مش اعلى حاجه ودوري الابطال اعلى حاجه، انت عارف مين بتتكلم على دوري؟ اخطر منافس كان على الزمالك في البطوله كان مين؟ بالظبط ده رايي. طب يبقى ده اكبر عقبه، يبقى كلام انا صح. لا ان البطوله ضعيفه جدا، ما انا كلامي صح يعني. لا افريقيا اضعف من الدوري. لا لا اهو ما هي نفس مش بفلسفتك انت، ما بتاخدهاش بفلسفتك انت. ما هو نفس الكلام، اقصد ان البطوله ما كانش فيها فرق خالص يعني. احنا سمعنا عن اكاديميات بتشارك فيها. طب ماشي، طب ودوري الابطال في مين؟ انت لعبت مين اصلا في مشوارك؟ الاهلي؟ ها؟ لعب شباب بروزداد، ها؟ سيمبا، مازيمبي، ودلوقتي راح للترجي. ها؟ عارف دي اسماء، ما هي الاسماء سميتموها انتم وابائكم. يا عم ده اطفال وابائها من سلطان. يا عم انت بتتكلم على انديه ليها تاريخ، تاريخ عريض، لكن النهارده ايه؟ يعني هو تاريخ، انا مش بتكلم على تاريخه يا حبيبي. انا بتكلم على الواقع. الانديه بتكسب بطولات على تاريخها، الانديه بتكسب بطولات على تاريخها. يبقى زمان كنت موجود مستواه النهارده. لا يعني موجوده، موجوده يعني. مازن بيوصل نص نهائي، اقول عليه فريق ضعيف. ايوه لولا انه واجه الاهلي كان وصل النهائي وفوز بالبطوله. حظه العزيز بالبطوله يا راجل، حرام عليك والله. لولا هو ده يفوز بالبطوله والله العظيم. لو مش نهائي ازاي؟ ما هي ايوه عشان فرق حظه لولا ضمن ضعيفه، فرق اتاهل الام داي عليه قبل الاهلي. ادي خلاصه. ايه ده؟ طيب انا الام داي عليه قبل الاهلي. لا لا لا. طيب انا عايز اروح لملف تاني، وبالتحديد فيما يتعلق بالاعتراض على التحكيم سواء المصري او حتى الافريقي. يعني الزمالك معترض على التحكيم المصري في بيان، وكمان بيحتج على حكم الامس، حكم الفار، وكمان حكم بتاع المباراه اللي جايه، الحكم التونسي في مباراه الاياب. رايك كيف اعتراض الناديين؟ بالمناسبه يا استاذ عمرو، الناس بتقول لي ان كان في تصريح ليك ليه علاقه بان الزمالك في اوقات كتير جدا بياخد حقه، وان الزمالك دايما بيدعي المظلوميه، نظريه المؤامره. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ جبته منين؟ العالم كله اسمه حرام. استنى بس، انا بساله، انا بسالتك. منتشر على السوشيال ميديا. انا سالتك، انا بساله. ايوه منتشر على السوشيال ميديا، حصل ولا لا؟ انا بسالك انت موجود معايا. حصل؟ حصل. بص اشرح للناس عشان بس الناس تبقى فاهمه القصه. التصريح ده سنه 21، التصريح اللي انت بتتكلم عنه ده سنه 21 2021 ماشي، لما كنت مسؤول في نادي الزمالك ورئيس المنظومه الاعلاميه والمتحدث الرسمي. كان في كلاب هاوس بيتكلم في قضيه. فانا قلت وجهه نظري في قضيه، كان ساعتها قضيه للزمالك، وبقول لهم يا جماعه الناس الزمالكاويه بيتكلموا معايا، فبقول لهم لا الزمالك مش دايما بيبقى مظلوم، في حاجات بنبقى كسبانينها بس مش عايزين نعلن عنها. وده حقيقه، الاهلي بيعمل كده والزمالك بيعمل كده. في قضيه، مش معنى ده ان الزمالك مش مظلوم، لا الزمالك تاريخا مظلوم. اهيني برجع تاني، في تسجيل بيقول في كلاب هاوس، انا اهو على الهوا اهو بقول لك الزمالك مظلوم. مش معنى التسجيل ده خرج دلوقتي، مش معنى التسجيل. هم كل شويه اللجان تطلعه ماشي، بيختصر ياخد حته ويسيب الباقي، ساب كل حاجه. انا بقوله ومسك في ان انا ايه، قلت اصل الزمالك مش على طول بيبقى مظلوم. طب الزمالك بيبقى على طول مظلوم اهو. لا هو الزمالك بيبقى على طول مظلوم، هو بيطلع عكس اللي انت قلت. لا هو التصريح ده بيطلع فعلا كل ما الزمالك يجي يدعي المظلوميه في قضيه جديده حدثيه، يطالب بحقه من وجهه نظره في حاجه معينه، حاجه أوكي. فبيطلع التصريح ده بالظبط يعني. انا مش زعلان يعني، طلعوه براحتكم، بس اقصد ومش بقى مش بنسحب. ده قول مقصوره يا عمرو، ده انت دخلت تاريخ، ده قول مقصوره دلوقتي. يعني انا مش زعلان بالتصريح، بس الفكره ان لازم الناس تحطه في سياقه. طيب هل اعتراض الاهلي والزمالك على التحكيم شايفه اعتراض منطقي؟ اعتراض الزمالك على التحكيم الافريقي، لكن الاهلي معترض على التحكيم المحلي. الزمالك المحلي قبل ثلاث ماتشات في الدوري، قبل الاحتجاج. احتجش ده الزمالك اتظلم يا عم، احتج على المحل. الزمالك بيتظلم طول النهار وما بيعترضش ساكت. لا الزمالك احتج قبل ما يسافر، احتجوا على التحكيم على اخر ثلاث ماتشات في الدوري بعد ماتش سموحه، يعني كلام عام. ده بيان. طب انا عايز اسال سؤال، احتجاج الزمالك هل كان في محله ولا مش في محله؟ مش في محله طبعا، انت جاي بعد مباراه بشهود العالم كله، انت اتجاملت فيها مباراه، اتجاملت فيها طبعا، عارف احتساب ضربه جزاء لسموحه
وطرد ظالم للاعب. انت مباراة. طب هقول لك على مفاجأة. ده كان اول ده الناس. لا هقول لك على مفاجأة في الموضوع ده. يلا. تعالى شوف الحكم نفسه الصباحي اللي هو كان على الفار وقال لك ان في شد والكلام ده وعايز يحسبها ركلة جزاء. الصباحي نفسه في مباراة للزمالك قبل كده شد وشد واضح جدا وجاف كل الدنيا لسامسون ورفض وقال لك لا مش ضربة جزاء. زاوية الرؤية ما كانتش واضحة. ده راجل الناس كلها شايفاه على الملعب قال لك لا ده انا عايز اسال الجزم. لا يعني عايز اقول لك الكلب مكيالين. مشكله ناس الزمالك عايز عداله فقط, طالب عداله. النادي الاهلي بيقول انا عايز العداله. انا موافق على تصريح النادي الاهلي وموافق جدا على ان الاهلي عايز حكام اجانب. انا موافق جدا, ادفعوا الفلوس وهاتوا حكام اجانب. رايك حقك تماما, انا موافق على ده. انا شايف ان النادي الاهلي اتاخر في اتاخر طبعا. كان في مباراه الاهلي والبنك الاهلي دي كان المفروض النادي الاهلي بعديها ياخد موقف. ليه حصل فيها ايه اللي كان مباراه الاهلي خسرها 4-3 كان في ضربه جزاء الكهرباء. كانت ممكن النتيجه كانت ساعتها النتيجه تقدم الاهلي 3-2 كان هيجيب ضربه جزاء صارخه كانت تبقى النتيجه وقتها 4-2 فكان الماتش خلاص يعني خلاص 4-2 بالظبط صعب يعني كده. فانا كنت متوقع الاهلي بعد المباراه دي يطلع ب بيان احتجاج وكده, لكن انا شايف النادي اتاخر يعني. ايوه ماشي. طب موافق على البيان ولا مش موافق في الاهلي؟ سيبك من اتاخر. طبعا مجلس اداره غلطان بس خلينا اتاخر. انا بقول اتاخر مش غلطان, بقول اتاخر. اتاخر يعني غلطان ولا يعني اتاخر يعني؟ لا يعني هو النادي الاهلي كان يامل ان يكون مجرد خطا ويعدي, لكن تكرار الخطا لا. طب عشان الاهلي عايز ايه دلوقتي؟ عايز عداله تحكيميه. لا عايز حكام اجانب. طبعا خلاص واحنا موافقين في الماتشات اللي هو شايف ان هو بس يتمسك بالموضوع ما يرجعش يحكمه حكام مصريين تاني. يتمسك بالموضوع الاهلي سيتمسك يا استاذ علاء. والله الاهلي بيانه طالع واضح في المباريات اللي يرى فيها ضروره استخدام حكام اجانب النادي الاهلي هيدفع فلوس ويجيبها. طيب ايه ضروره؟ هو قال عايز حكام اجانب. لا مش كله قال لك المباريات اللي هو الاهلي شايف ان هي يستعين فيها بحكام اجانب. اللي هي ايه بقى؟ المباريات اللي هي بيبقى فيها احتواء بس. اللي هي ماتشاتكم مع بيراميدز؟ لا مع الزمالك وبيراميدز. مع بيراميدز ولا مع سان داونز؟ لا 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 عايزين بيراميدز ولا سان داونز؟ معينه في حالات جدليه طبعاً. في ماتشات الزمالك طبعا يعني الاهلي لعب الزمالك المرحله الاخيره في نهائي كاس مصر وفي الدوري. الاهلي كسب في النهائي 2-0 وخسر في الدوري 2-1. هل في حالات جدليه؟ لا مش حضرتك ليه بس بتحصل المجاملات يعني المنافس. انت شايف كده؟ طبعا مجاملات للمنافس. طيب. طبعا. طب سريعا رايك في اعتراض الزمالك على التحكيم المصري تحديدا وكمان التحكيم المصري؟ الزمالك اتغلب بهدف اوفسايد بتقول انا شايف انها ضربه استباقيه ملهاش لازمه يعني. لان هو مش مظلوم يعني اكتر فريق بيتجامل في البطوله فريق يعني على ضربات جزاء ومش عارف يعني. تخيل الزمالك في افريقيا كلها بتحسب له ضربات جزاء وفي مصر بتحسب له ضربات جزاء كتير واخر مباراه ليه اتجامل بشكل صارخ جدا وفي اكتر مباراه اتجامل فيها بشكل صارخ واتظلم في بعض المباريات. اتغلب وتقول لي بشكل صارخ؟ طبعا النتيجه بدات بتبقى 2-0 يا راجل حرام عليك. ده الزمالك اتغلب يعني لو كان وليه ضربه جزاء ما اتحسبتش؟ نفترض ان ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش والزمالك اتعادل كان ايه اللي سافر سموحه من التحكيم؟ افرض ضربه الجزاء دي كان هيتضرر طبعا في النتيجه. انا بشكرك يا استاذ علاء, ربنا يخليك. نورتني وشرفتني. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ عمرو, نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. دي كانت حلقتنا النهارده من بلس 90. بكره حلقه جديده باذن الله تعالى من نفس البرنامج. تصبحوا على خير. الى اللقاء.